والفل والجمال على حضراتكم، يا رب يكون يوم سعيد وجميل عليكم. حلقه جديده انا وهو وهي، والنهارده انا وهو وبس. شريف نور الدين، مساء الفل. ازيك يا دينا، اخبارك ايه؟ ازيكم كل مشاهدينا، مساء الفل عليكم. حلقه جديده من انا وهو وهي، حلقه النهارده بعنوان صحي ومفيد. عندنا حلقه مليانه بالفقرات، منها تغذيه عقليه ومنها تغذيه جسديه. انا خليني انا في الجسديه، خد العقليه. انا احب العقليه ممكن أو يعني لو سمحت لو سمحت. اصل عقليه بقى ونفضل يعني هنزود مع الاي كيو بتاعي خلاص يعني، او مخي اتزحم معلومات. عارفه ليه؟ ليه؟ علشان قللتي قرايه كترتي سوشيال ميديا، فبالتالي طبعا كلنا، فبالتالي كم او طاقه استيعابك لحاجه مقروءه بالبيس الطبيعي مش ببيس السكرولنج اللي بيطلع لك معلومه كل خمس ثواني. دي دراسات على فكره. خلت انه زي ما انت قلت انا ما بقتش مستحمله، متشبع. فبالتالي المفيد ما عندكش مكان للمفيد، زي بالذات لما تقعدي ترمرمي طول النهار ويجيبوا لك اكله حلوه ومفيده وعلى بعض ميل، تقول لك مش قادر اكل عشان ايه؟ قعدت رمرم. هو نفس الموضوع بالظبط. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، احنا برضو محظوظين ان احنا مذيعين او اعلاميين، لسبب. انا زي ما دايما بقول انا بتعلم من الضيوف، كل توبيك جديد نيجي نتكلم فيه ما بسيبش نفسي للظروف، بقعد يعني ابحث عنه وافكر واقول ده ايه وده مين وده ليه، فبيبقى عندك في الاخر محصله معلومات لازم تفضيها، ما بعرفش افضيها بقى. 100%. بتفضل تلف وخبرات. وبعدين لما تيجي مثلا لو يفتح معاكي موضوع الضيف وتلاقي الموضوع بقى حقيقي انترستنج او مفيد او بالنسبه لك مثير، بتبتدي تكملي كلام وريسيرش عنه. بل بالعكس، ان كتير جدا كان بيجينا مثلا ضيوف مثلا يقول لك طب انا عندي مثلا كاتب يقول لك طب انا عندي ندوه في المكان الفلاني، فتروحي له ما كنتيش تعرفي عنه حتى ممكن، فتروحي له المكان الفلاني فتتعرفي على ناس ثانيه فتوسعي مداركك. ضيف مثلا زي موضوع الروينج اللي هو التجديف، لما رحنا عملنا القصه دي كانت اول مره في حياتي مثلا حد يكلمني عن مثلا التجديف. فقصدي اقول انه بس عامه حتى البني ادم العادي، النهارده هيكون عندنا فقره خاصه على القصه دي، بس قبل ما اتكلم عن فقراتنا خلينا نقول انه يا جماعه فضوا شويه من السكرولنج ودخلوا شويه من المفيد علشان ما يضيعش الوقت وتحسوا ان انتوا كل اللي في الاخر مجانين بيه هو رمرمه بس ما فيش حاجه حقيقيه. صح، النهارده هرجع احاول اقرا حاجه. حاسسك بالذنب، حاسستها بالذنب، تعدل دماغي شويه. يا عيني. النهارده عندنا احداث كتير وهنتكلم عن حاجات كتير، بس انتوا عارفين دايما السوشيال ميديا زي ما شايف بيقول واكله دماغنا، لكن واكله دماغنا النهارده بحاجه لذيذه ومناسبه لطيفه نحب نقولها لكم في الاول. ريهام حجاج، ريهام حبيبتي طبعا، وعلى فكره هي نشرت صوره لاوضه العيال، اوضه العيال التوأم يا حبايبي، ربنا يحفظهم لها ويخليهم لها يا رب. وقالت قبل كده كان عيد ميلادي عاش رومانسي وشموع. طبعا انتوا شايفين عيد ميلادها اصبح عامل ايه، اصبح عامل لعب في كل حته في الارض، خيمه للعب والهايد والحاجات دي. طبعا يعني انتوا شايفين المنظر، وطبعا يا ريهام كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه، وانك انت تبقي مامي وانك انت يبقى عندك عيال وانك انت يبقى دي حياتك احلى بكتير على فكره. يعني انا في وجهه نظري اللقب الام ده لقب ربنا يا رب يديه لكل اللي بيتمناه ويسعد بيه كل الستات، وكل سنه يا رب وانت طيبه وجميله ومنوره ونجمه جميله جدا. يوم 22 سبتمبر من سنتين بالظبط رحل عن عالمنا فنان. الحقيقه مش بس لانه كان فنان متميز، لكنه كان انسان متميز جدا، الفنان الراحل الجميل هشام سليم. والحقيقه ذكرى هشام سليم بتيجي كل سنه بتكون ذكرى يمكن مختلفه مؤثره شويه، لانه هشام سليم اولا رحل عن عالمنا في سن ما يعتبرش كبير خالص، رحل بعد صراع مع المرض وكان صراع مش سهل، ورحل كمان بعد يمكن مراحل او ازمات شخصيه ومشاكل كتيره، وهو نفسه على مدار حياته كان يمكن حاسس ان هو
ما خدش حظه الوافي او الكافي لاسباب كتير قوي ليها علاقه بالجيل اللي اتظلم في وقت انتكاسه السينما، ليها علاقه بكمان الظرف السياسي والتاريخي والاجتماعي في هذا الوقت. الحقيقه هشام سليم هو زي ما احنا عارفين اكيد ممثل مصري ادى وقدم دور البطوله في العديد من الافلام والمسلسلات والمسرحيات. طبعا هو ابن اللاعب ونجم طبعا النادي الاهلي العريق وطبعا الممثل لفتره قصيره صالح سليم طبعا، وكانت بدايته زي ما بيقولوا كده اول دخولها كان طبعا عن طريق العظيمه برضو فاتن حمامه في امبراطوريه ميم، ثم اختفى ليعود تاني مع العظيم عودة يوسف شاهين بالظبط في عوده الابن الضال بعدها بسنوات قليله كان اصبح شاب، وبعدها بدا الانطلاقه وكان من اهم اسماء جيل شباب انتمى ليه مجموعه من النجوم زي ممدوح عبد العليم زي هشام عبد الحميد. كان في كده جيل معين يمكن هذا الجيل دايما هو نفسهم بيتكلموا بيقولوا هو ما خدوش حظهم قوي لان هم جم في وقت كان في السينما في ازمه وقبل جيل المضحكين اللي كان في سنه 2000 او بدايه الالفينيات. فجيل الثمانينات التسعينات ده خالد النبوي حتى يمكن كان مع انه كان شبابه في هذا الجيل الا يمكن تالقه جه في المرحله ما بعد كده لان هم كانوا جيلين جامدين قوي صحيح. واللي في النص كانوا بيلعبوا على السلم زي ما بيقولوا لك ان هو كان نجم جميل كل الناس كانت بتحبه الله يرحمه ويحسن اليه طبعا. ويعني حتى كانوا بيقولوا ان والدته ما كانتش تعرف يعني فضلوا مخبيين عليها فتره ان هو توفى. هشام على فكره يعني انا عايزه اقول لكم ان سياحه وفنادق جامعه حلوان دي طلعت عباقره منها الله يرحمه هشام سليم. سيره الانسان مهمه قوي. ليه بقول كده؟ انا اول مقابله في حياتي او اول انترفيو في حياتي صحفي كان عن طريق مجله اسمها تين ستاف اللي هي كانت من اهم واشهر المجلات في ذلك الوقت، واللي ادتني الفرصه ان انا ابقى بعمل لقاءات. كنا شباب وكناش بناخد فلوس، و كان اول لقاء ليا مع هشام سليم في حياتي مع فنان او انا اخش بيت فنان او اعمل حوار صحفي مع فنان كان مع هشام سليم. كنت 18 سنه كنت لسه ما دخلتش حتى الجامعه، كنت ثانويه عامه يمكن ثانيه سنه، ورحت قابلته في لوكيشن تصوير فيلم الناظر الاول في وسط البلد كانت في مدرسه، وكان قد ايه لطيف وقد ايه ذوق. وبعد كده اتفق معايا وقال لي طب خلاص هتجي البيت، البيت ده كان بيت خالد سليم اللي عند نادي الجزيره. ورحت وفعلا و الاستقبال واللطف والتواضع، وقعد معايا ساعتين وبيحكي لي على حاجات بيرسونال وحاجات تتحط في وانا عيل صغير، انا بالنسبه له عيل يعني. يمكن هو كان مثلا وقتها يمكن سني او اكبر مني شويه. ليه بقول كده؟ لانه عشان كده الناس زعلت على هشام سليم سواء من الوسط او خارج الوسط. عشان انسان حلو. انسانياته بالظبط، وهو ده اللي بيخلي البني ادم يعيش لحد النهارده. انا عندي بنش مارك اسمها هشام سليم في المقابلات وفي الانسانيات بنش مارك، لان كان حظي حلو ان انا اول واحد مش هقدر اشيلها. فيا جماعه خلوا بالكم اللي بيفضل البني ادم هي السيره وحسن المعامله مش اي حاجه تانية. صحيح. الله يرحمه يا رب ويحسن اليه. نوعدكم باذن الله ان احنا نخصص له فقره ونتكلم عنه، بس يمكن الاسبوع ده مش لاحقين قوي وعندنا ضيوف متفقين معاهم بقالنا فتره، لكن نوعدكم في القريب العاجل هنتكلم عن هشام صالح سليم وهنتكلم عن كل ادواره وعن انسانياته زي ما الشريف قال. تيجي نقول للناس عندنا ايه النهارده؟ عندنا حاجه على القرايه بمناسبه القرايه زي ما قلنا النهارده عندنا فقره لماذا نقرا؟ ونقرا ايه؟ ده سؤال غريب جدا يعني ايه لماذا نقرا، بس خلينا نحاول نجاوب عليه النهارده لانه ممكن يكون حد يقول لك لماذا نقرا عشان اذاكر، لماذا نقرا علشان اقرا الجورنال. لا انا بتكلم لماذا نقرا يعني احنا ايه اللي يدفعنا ان احنا لو من الناس اللي ممكن تشتري كتاب نشوف كده كتاب في المكتبه او نقرا حتى لو بنسمع دلوقتي. انا دلوقتي من اكتر حاجات بعملها بقيت بسمع كتب على الابلكيشنز المختلفه بودكاست. احنا على طول ثلاث ارباع الوقت يا اما في العربيات يا اما في المواصلات والسماعات في ودننا او في العربيات في السماعات. ما نسمع يا جماعه كتب، كم الساعات المهدره اللي ممكن تسمع فيها كتب غير طبيعي. بسمع انا كتاب ايه دلوقتي؟ ايه بقى؟ مشوار او حياه ايلون ماسك. الله. قصه ايلون ماسك وازاي بدا وحلمه بالفضاء. حلمه بالفضاء على فكره مش حاجه جديده، من اوائل الالفينات. اول ما بدا ليه حرف اكس مهم بالنسبه له؟ وهو كان مسمي اصلا سبيس اكس، يعني قبل ما يعمل تويتر يبقى اكس، مشروع الفضائي هو اكس على فكره. وهو اكس ده بالنسبه له حاجه مهمه جدا. تسلا وحكايه تسلا، فشوفي حاجات كلها معلومات حاجه مش في مجالي طبعا، بس مهم تسمعها وتفهمها. صحيح. النهارده معانا مين في الفقره دي؟ استاذ عماد خلاف الكاتب الصحفي اللي هيقول لنا نقرا ازاي وازاي نختار الكتاب اللي احنا عايزينه. تاني فقره عندنا النهارده هتكون اسرار اللياقه البدنيه اللي كلنا محتاجينها، احنا ما بنقومش من على الكراسي يا جماعه، لازم ننفض يعني الغبار. غبار الكسل. كبرت الموضوع قوي يا دينا. والله العظيم بجد. عايزين نتكلم على اسرار اللياقه البدنيه، وهيكون في ضيافتنا النهارده الكوتش عمر لبيب مدرب اللياقه البدنيه.
الفقره الثالثه الحقيقه لها علاقه بالمرور، لسه بنتكلم على العربيات ونرجع نزعل ونقول مخالفات ونقول مش عارفه ايه. لا خلوا بالكم كويس. لو عايزه اعيط تقولي لي عايزه اعيط اعيط اعيط. اه انا ملتزمه، حزامي كده، ايدي كده. سرعتك ايه؟ لا يا نهار ابيض، ده سرعتي 70 حتى لو الطريق 80 سرعتي 70. لا في حد بيركب جنبك؟ في ناس كتير. اخبارهم ايه طيب؟ بيجي لهم شلل عضال بس، وطارق يقول لي هو انت على كام؟ اقول له كذا، يقول لي هو انت على كام؟ هو السكه الطريق هنا 100، انت على كام؟ بس يا جماعه كلنا نعمل زي دينا، دينا كويسه، انا وحش، انا مش كويس، انا بجري. المهم يعني ما تعملوش زي، المهم يعني النهارده هنتكلم عن قوانين واحدث التفاصيل في تعديلات قانون المرور او قوانين المرور الجديده، وازاي نفهم بالظبط العقوبات المروريه ولائحه المخالفات. تعديلات كتيرة نزلت مؤخرا هنفهمها اكتر من المحامية وضيفتنا زي ما بيقولوا كده ايه، خلاص بقت ما بقتش ضيفة، بقت من اسرة انا هو وهي، من اسرة انا هو وهي طبعا، المحامية دينا عدلي حسين. النهاردة كمان هنتكلم عن جانب رائع مشرق من جوانب حياة الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، وهي كان ازاي بيتعامل مع زوجاته. الموضوع ده هتلقي لنا الضوء عليه ضيفتنا النهاردة نورهان الشيخ، وهي طبعا يعني هتقول لنا جوانب يمكن كتير مننا ما يكونش عارفها، واللي عارفها ياريت نسمعها تاني، لانها دايما بتكون مثال كده ازاي الراجل يعامل مراته. عايزين ايدل كده يعني قدامنا، حاجه نقلدها او الرجاله يقلدوها عن الرسول، يعني هي افضل السنه لانه عليه الصلاه والسلام، لانه يعني احنا دايما بناخد من الجمله يعني او نستقطع وناخد دايما نشوف الحقوق وننسى الواجبات واصل الشرع بحاله الاربعه. طب يعني خد بقى، خد هو ده اللي انت يعني خدته من الشرع الاساسي، الاساسي ايه بقى؟ بالظبط كده هنتعلم ونشوف الدين الخدمة. معامله اكيد، احنا دايما بننسى الموضوع ده، الدين معامله. هنخرج فاصل، بعد الفاصل النهارده حلقتنا زي ما سمعتوا مني انا وشريف كده فقرات كتير مليانه انا وهو وهي النهارده، ان شاء الله هيكون حلقه ممتعه يا رب بعد بإذن الفاصل الله. باذن الله خليكم معنا. في ناس لقت حب القراءه عندها او القرايه بالفطره، وفي ناس تانية اكتسبتها كهواية، وفي ناس عودت نفسها على القراية علشان أدركت بالظبط إيه هو تأثيرها على الإنسان أو على حياة الإنسان اللي بيحصل حتى من غير ما تاخد بالك. إحنا النهاردة مهتمين بالناس اللي مش بتقرأ قوي، اللي هم كتير شوية الحقيقة، علشان نحاول نجاوبهم على أو نحللهم معضلتين، سؤالين: لماذا نقرأ؟ إحنا بنقرأ ليه مبدئياً؟ وازاي نقرا؟ وده اللي هنعرفه النهارده من ضيفنا المنوره النهارده، وهو الاستاذ الكاتب الصحفي عماد خلاف. منورنا يا فندم. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. ازاي حضرتك استاذ عماد؟ استاذ عماد، هو ان احنا نقرا لازم نقرا روايه، لازم نقرا كتاب علمي، لا ولا القرايه للقرايه؟ هي القراءه للقراءه. ما اقدرش احدد اتجاهاتك ايه او تفكيرك ايه او بتدوري على ايه بمعنى اصح، لان كل شخص بيبقى عنده اهتماماته الخاصه. يعني مثلا الدكتور الاكاديمي الباحث غير القارئ العادي، عشان كده لما نيجي ندور على القراء لابد ان هو يكتشف نفسه ويكتشف ذاته، بمعنى ان انا عايز ايه بالظبط. ده هيجي من القرايه وإزالة الحواجز واكتشاف الذات واكتشاف الآخرين، لأني القراية أنا بعيش ألف حياة. لكن اللي ما بيقراش ما بيعيش ولا حياة، بيعيش بس حياته، وأحيانا لا كمان عشان السكرولينج زي ما بنقول كمان. التليفون خدها يعني، مش هات ناس تانية. ما هو للأسف السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي أو الموبايل قل نسبة التركيز عند الناس كلها، مش في مصر فقط، في العالم كله. صحيح. وهناك اتجاه في العالم ان في المدارس وفي الجامعات بدأوا يدوروا على ان الطالب تركيزه قل، ويشوفوا صح. ليه لقوه بالنسبة للموبايل. لان هو للأسف دي كارثة. في من 24 سنة و 25 سنة بدأ الناس تكتشف الموبايل وبدأوا يتوحدوا معه، ويبتعد عن القراءة ويبتعد عن الكتابة نفسها على أساس أنه هو بقى سهل بالنسبة له. وللأسف بقينا نتلقى المعلومات من خلال الفيسبوك، انستجرام، المواقع التواصل الاجتماعي، من خلال
هذه المواقع وبقينا نسبب مشكلة كبيرة. وعشان كده هتلاقي في معلومات خطأ كتير جدا على السوشيال ميديا. ده دور القراءة والكتابة. ليه بنقول كده؟ لأنها هتخلي عندك الفهم والتوعية، وهتدوري على المعلومة إذا كانت صح أو خطأ ولا غلط. أنا افتكرت إن معدل القراءة زاد لأن الكتب بقت في إيدينا من غير ما ننزل نشتريها، يعني ممكن أشتريها بضغطة زر، يعني أونلاين ألاقيها، ألاقي حد عامل لها شيرنج، يعني كده. هل نقدر نقول إن بالعكس إن التكنولوجي ممكن تكون بتزود قرايتنا؟ يعني على عكس ما الناس متخيله، ما هو وصولي للكتاب بقى اسهل بكتير. بالظبط. ايه العقبه؟ ما هو قدامي كل العقبة الشخص نفسه. هي الشخص نفسه، ازاي ننمي عنده القراءه؟ ازاي هيجي؟ مش هيجي فجاه، لابد من الصغر، لابد ان انا حتى هتعود الطفل الصغير اخليه كل يوم يقرا صفحه. يقرا صفحتين، يقرا ثلاثه، اديله مثلا حاجه معينه ويدور عليها. او اجي اقول له مثلا حلوه الفكره دي. بس دي حاجه مهمه قوي. احنا ليه عندنا مشكله مع القرايه حتى بقى قبل موضوع الانترنت؟ القرايه مرتبطه عندنا خصوصا كاطفال بالدراسه. تمام. فانت بتخلص دراسه سواء مدرسه او جامعه، اولا الكتاب بالنسبه لك نفسيا مرتبط بمذاكره، فانت عايز اول حاجه تعملها الصيف لما يجي او الاجازه لما تيجي ما تبصش على الكتاب. تمام. خلصت الجامعه بيخش سوق العمل او ايا كان، برضه مش عايز ابص على كتاب لان في حاجه. ازاي نعمل نكسر الرابطه ده؟ اصل في مستويات للقراءه. بمعنى القراءه الابتدائيه او القراءه في النشأة اللي هي الخاصه زي ما حضرتك بتقول في المدارس والجامعات. دي في القراءه المقارنه والتحليليه والفاحصه، ده بيجي من خلال ان انا بعود الطفل على انه كل يوم لازم يقرا. وسؤال حضرتك على اساس ان البي دي اف موجود، الكتب موجوده على الانترنت، وبقى في الكتاب السمعي. يعني انت ممكن تروحي تسمعي الكتاب كاملا من خلال السوشيال ميديا او من خلال الانترنت. هل دي قرايه؟ طبعا قرايه. لا يعني لو سمعت اوديو هل دي قرايه ولا العين مع المعلومه؟ مع يعني هل بتاثر لو سمعت كتاب؟ بتاثر زي ما قراه بالظبط معايا. بس في زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، بيقول ان انا في قدرات كل الاشخاص مختلفه. صح. يعني انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي السمع ممكن يكون اكثر جاذبيه ليا واكثر فهما. في واحد اخر بيقول لي لا، الكتاب لازم اكون في ايدي. صح. لازم امسك الكتاب في ايدي. لو ما بصيتش على كلمه في قدامها ما مسكتوش في ايدي الكتاب. انا ذاكرتي مثلا مرتبطه بعينيا. بالظبط. يعني عندي صوره فوتوغرافيه افتكر المعلومه عن طريق هي كانت فين وعلى اليمين ولا على الشمال. يعني هل دي تاثر؟ هل لو انا عودت ولادي ان هم يسمعوا الكتب غير لما يقروا الكتب، وانهي افضل من وجهه نظر؟ ما انت هتكتشف ابنك. هكتشف. يعني انت هتحاولي بقدر الامكان تشوفيه هو بيدور على ايه، عايز ايه. ولازم، مهم جدا، اي طفل لازم يقرا سواء كبير او صغير. ليه؟ على اساس ان هو بيحاول يكتشف عالم تاني اخر ويتقبل الاخر. ده سحر تاني خالص مختلف في القراءة، لأنك هتكتشفي عالم مغاير جدا للي انت عايشاه. على أساس ان انت بتروحي مثلا الرواية، يعني الشيء الجميل جدا دلوقتي ما بين الشباب ان انت تلاقيهم ماسكين الروايات. صح. الروايات فيها مبيعات كبيره جدا قوي. بكل اللغات على فكره، بكل اللغات. وبيحاولوا بقدر الامكان ان هم يقروا ويدوروا على الروايه الفلانيه لمين او كذا او الكلام ده كله. ده نستغله عند الاطفال. بس مش لازم كل الناس تقرا بشكل مختلف، بس مهم جدا ان انا يبقى عندي القدره على البحث. ازاي اعرف ان المعلومه دي صح ولا غلط؟ في حاجات غريبه بتحصل على السوشيال ميديا، ان انت تلاقي مثلا معلومة واقول لك اينشتاين مكتوبة باللغة العامية. دي مش حقيقة اصلا. على السوشيال ميديا، على الفيسبوك او الكلام ده كله. لا، انتوا كده بتهرجوا، انتوا كده بتحاولوا بقدر الامكان. بس الغريب يا استاذ عماد ان الولاد او الشباب دلوقتي ما بقوش يعني عبط. يعني وانت بتتكلم، حتى وانت يعني ممكن واحنا بنتكلم دلوقتي هم شايفيننا في التلفزيون، تبص تلاقيهم ماسكين التليفون. لو دينا بتقول اي كلام، ده المعلومة دي غلط. بقوا فعلا كده، وده بيعجبني قوي. يعني ان هم يصححوا لنفسهم اي مفهوم او اي معلومه غلط في ثانيه. بس بالمناسبه دي بقى، بالمناسبه جوجل ده، هي دي المشكله. ان النهارده انت اي حاجه من جوجل يقرا ليه؟ ما هيجيب معلومه في ثانيه من جوجل.
ويكيبيديا او المواقع الالكترونيه في اخطاء كتير جدا أوي. فيها معلومات أوي. كتير وهيست جدا وهيست قوي مؤخرا وللاسف كمان. للاسف في تواريخ غلط صح ده دور الباحث نفسه او القارئ ازاي اروح على الكتاب ادور عليه واشوفه واعرف المعلومه من مصدرها بمعنى ايه مصدرها اروح على الكتاب اللي قايل المعلومه هل ده فعلا قايل الاستاذ نجيب محفوظ مثلا قايل الجمله ديت او ايه كتابات الاستاذ نجيب محفوظ في الروايات او القصص او الكلام ده كله لما مهم جدا ان انا اعلم الولد يقرا روايات ويقرا قصص قصيره ليه؟ على اساس ان هي بتنمي عنده القدره على التعبير، القدره على الفهم، القدره على البحث، على القدره على الوعي نفسها ان انت تبقى انت فاهم بتقول ايه وعارف بتتكلم وتجارب اجتماعيه طبعا يعني طبعا. بتدي له ذكاء اجتماعي وبتدي له قصص وكيفيه التعامل مع حاجات هو ممكن ما يكونش لسه تعرض لها فبيبقى مؤمن نفسيا ان ممكن حد يكذب مؤمن نفسيا ان ممكن حد يموت بعد شر يعني اقصد بتديلهم تجارب اجتماعيه وانسانيه مختلفه عن اللي عاشوها وعنده القدره على انه يعرف يتعامل مع الموقف دوت عنده القدره على انه لو وقع في مشكله معينه هيعمل فيها ايه صح. لكن ما اكتساب المهارات او اكتساب الحياه نفسها مش هيجي من خلال وانا قاعد في البيت كده لكن الموبايل ما بيدينيش دوت لابد ان انا اروح اقرا ادور على المعلومه وفي المدارس نفسها لابد ان هم يقولوا لهم خد الكتاب دوت وتعالى لخصه لي الله يعني ده كان زمان عندنا في المدارس مهم جدا يرجع لازم يرجع تاني لما جم في انجلترا وامريكا وحسوا لقوا الطلاب نسبة الاستيعاب عندهم بطيئة جدا وبدل ما بيقعد مثلا في الدرس بتاعه طويل استيعابه بيقل بدأ يروح لهم على اليوتيوب على انستجرام المدرسين نفسهم بيشوفوا هو عايز ايه بالظبط او بيدور على ايه بقيت راح اديله المعلومة من خلال الموضوع دوت واقول له انا جيت لك اهو هو الطالب مش هيجيبي انا اللي اروح له كمدرس او الكلام ده كله وموجود ومهم جدا لابد من عوده الطلاب الى المدارس ليه هم راحوا فين لا عودتهم بكثافه بمعنى اصح يعني لابد ان هم يرجعوا والطالب يبقى من الصبح لغايه الساعه 3 او ايا كان قصدي حضرتك الاونلاين اديوكيشن وكده يقل شويه تقل على اساس ان هم ما يبقاش معتمد على السنتر او يعتمد على الاونلاين او يعتمد على حاجات تانية لابد لان لما لقوا ان المدرس لما يبقى في قدام الطالب استيعابه بيبقى اقوى طبعا 100% لكن من خلال الاونلاين او من خلال ان انا اروح مثلا اقول له طب خد روح على اليوتيوب شوف الدرس او الكلام ده كله عشان كده زي ما حضراتكم بتقولوا مهم جدا القراءه ونوعي الناس ونوعيهم والكتب تراجعت في المبيعات بتاعتها يعني هي تراجعت بس لان الاسعار زادت جدا اسعار الكتب زادت بس البديل عنها البي دي اف يعني البي دي اف والكتب السمعيه وبداوا يدوروا على ان المواقع نفسها يقول لك روح شوف نزل الكتاب الفلاني شوفه دور عليه وشوف انت عايز ايه بالظبط انا مش هقدر اكتشف الاخرين بس انت تقدر تكتشف نفسك ايوه بس كان في زمان عاده حلوه قوي يا شريف انا مش فاكره كانت في المدرسه ولا في النادي كنا نجيب الكتب بتاعتنا اللي قريناها نستلف او نبدل ونبدل نعمل كده ترابيزه اللي عنده كتاب خد وبنكتب ده عند فلان ده عند فلان انت عايز يرجع لك كتاب لا خلاص انا قريته فنبدا ايه الكتب دي تلف علينا كلنا انا مش عارفه الحكايه دي بطلت المشكله مش بس الحكايه دي حاجات كتيره بطلت احنا كشعب قارئ بنسب ما نقدرش ان احنا نقول لا مش قارئ بس في نسب قليله والعالم كله كده مش عندك لوحدك العالم بقى فيه غزو للسوشيال ميديا غزو لمواقع التواصل الاجتماعي وبقت المعلومه اسهل من زمان بقت دلوقتي سهله جدا بالنسبه على فكره وزاره الثقافه عامله بيوت ثقافه على مستوى الجمهوريه كلها موجود الكتب لو رحت هناك هتلاقي في الناس فاتحه من الصبح وبيفتحوا فترتين صباحيه ومسائي وتروح تستعير لو انت سواء طالب في المدرسه هتلاقي في مكتبه بس انت تشجع الطالب نفسه او تشجع ابنك ان هو لازم يروح ويدور ويبحث عن المعلومه لما يجي تقول له مثلا اعمل لي بحث عن الموضوع الفلاني
ده مهم جدا لانه بينمو عنده قدرات كتير. ما هو البحث ده هيخش على جوجل برضو يجيبه. هيخش على فكره انا مش ضد، بالعكس انا من ابناء جوجل، ما عنديش مشاكل خالص نهائي، بس ازاي اقول له اقرا؟ يعني ازاي اخليه ما هي بتبدا ما يبقاش كده البحث. ما هي بتبدا زي ما يبقاش البحث بتبدا كده. البحث هيبقى بالنسبه له برضو رجعنا تاني للقرايه المذاكره. خلي بالك بقى في حاجه، ان هو لو جات هوكت، لو اتمسك في حته كده مسكت معاه على جوجل هيجيب الكتاب وهيقراه. يعني ممكن تبقى هي شراره البدء في طبعًا. يعني انت لما تروحي تقولي له اقرا صفحه، اقرا صفحتين هتعجبه. احاول مثلا اجيب له قصه صغيره جدا مثلا يقراها بشكل مبسط، وانا احاول بقدر الامكان اللي اقراها له. طب اقراها انت لوحدك كده، او روح هات لي معلومه عن الحاجه الفلانيه، هيروح يجري يدور عليها. البحث والتنقيب والفهم والوعي ده مش هيجي كده من لا شيء. صح، لان مفيش الحاجات دي مكتسبه، مهارات مكتسبه بالنسبه للشخص نفسه. في حاجه بتبقى موهبه من عنده كده، من عنده ربنا، بيبقى بيتخلق بيها، بيحب القراءه والكتابه وبيدور عليها. لكن في ناس تانية مختلفه خالص ما بيروحش للكتاب. ده دوري انا بقى اللي انا كوزاره التربيه والتعليم، كوزاره الثقافه، زي مثلا الجهات التانية بتحاول ان هي تساعدني ان انا انمي جوه الطالب مهارات كتير جدا. عشان كده لما نيجي نقول القراءه مهمه جدا جدا. طب يبداوا ازاي؟ يعني استاذ احمد لو ابني مثلا عنده 10 سنين تمام، وملاحظه كده ان هو مش انتو القرايه قوي يعني تمام، احمسه ازاي ان هو يبدا يقرا؟ اودي الولاد لانهي اتجاه عشان اجيبهم بقى للقرايه؟ هشوفه اصلا هو بيدور على ايه وعايز ايه. يعني مثلا بيدور على الروايات البوليسيه اللي بتقول اكشن والاثاره، هروح اودي له في روايات بتقول الموضوع ده. بيحب، فاكر كان رجل المستحيل؟ كان طبعا لكل طبعا. انا كنت كبيره جدا كده، ورجل المستحيل لازم يتقري، لازم تقري الحاجات دي، تبقى محمسه في الاول. محمسه جدا. محمسه جدا ان انت بتحاولي ان انت تقولي له روح شوفها واحكي له. احنا شعوب العربيه معتمده على الحكايات، صح، حكايه الف ليله وليله اتربينا عليها. على اساس كده احنا بنحب مثلا الولد بيجي مثلا يقول لمامته احكي لي حكايه ماما قبل ما انام، هتغذي دي جواه. طب المره الجايه روح دور لي مثلا على الحته الفلانيه، شوف لي الموضوع ده بيقول ايه. أيوه. او الكلام ده كله. بيحب الموضوعات الاجتماعيه. اروح اودي له اجيب له كتب، تقراله امه، تقراله ابوه، اقرا له بالاول دي اصلا وبعد احلى حاجه. وفي بعد كده خليه هو اللي يبقى يقرا لوحده. وحاجه كمان على فكره، انا اتضح لي ان الولاد لما ما بيلاقوش الاب والام الكتاب ده حاجه مهمه في ايديهم. صحيح، معظم الوقت. صحيح. هم ما بيبقوش عارفين. لكن لو كبر او كبرت على ان في كتاب جنب مامتها، او في مكتبه في البيت اصلا. طبعا. مش حكايه، اصل كلنا عندنا مكتبه بس مش كل الناس بتقرا. لكن صحيح. لو جنبك كده على الكومات جنبك، لا ده انا تدخل عليك تلاقيك بتقرا، تصحى الصبح تلاقيك بتقرا. بيعملوا ايه دلوقتي يا دينا؟ بيعملوا دلوقتي عشان الديكورات، يعني بيجيبوا كتب فاضيه. والله العظيم تلاقي مكتبه فيها شويه كتب تحفه، وعلى الترابيزه كوفي تيبل ديكور، تفتح تلاقيها ديكور. وصلنا مرحله الكتب بقت ديكور. صح، ما هي للاسف هي دي مشكله. بس انا مش عاوز نخلي الناس ما تقراش او تحبط. لا خالص. يعني لازم احنا بننور لهم. يعني مش مهم جدا ان انا اطلع باحث او اطلع دكتور او اطلع مهندس او اطلع مثلا حاجه، مثلا عندي القدره على التعبير. لا، انا مش عايز كده. انا عايزك تبقى فاهم الحياه ماشيه ازاي. بيوسع مدارك عقلك، بيخليك عندك القدره على التعبير. لما يجي مثلا بيسالوا اغلب الكتاب انت ليه بتجيب القدره على الكتابه والقراءه، قال لك لاني بقرا كتير. صح، لان ما جيش انا مش هكتسب الكتابه ولا اكتسب المهارات الا من خلال القراءه. صح، ما جيش انا دلوقتي ما عندكش طبقات بس كده في مخك، هطلع كل اللي عندي مخزون. في لحظه هطلع كل اللي عندي في روايه او في قصه او الكلام ده كله. لما اقرا قصه قصيره هشوف هو كتبها ازاي، هو بيقول لي معلومه من خلالها، هيبقى عنده القدره على التعبير، عنده القدره على التواصل، عنده القدره على اني اعرف اتكلم قدام مجموعه من الناس. هو ده مش هيجي من لا شيء، لازم من مخزون. من مخزون، وهيجي من خلال قراءتك، من خلال الاطلاع. في ناس بتنسى المعلومه كتير. ازاي ابقى اقرا حاجه او الولاد يقروا حاجه ويبقوا فاكرينها بعد كده ازاي؟ التدوين. يعني انا مثلا معايا الكتاب في ايدي، المعلومة عجبتني
اثقها انا بطريقتي انا واشوف انا هكتبها ازاي. هتخش جوه دماغي خلاص، مش هتطلع تاني نهائيا. ولو مثلا تركيزك نسبته 50% هيزيد مع الوقت. طيب ختاما، في مره في اتنين. ختاما استاذ حماد، انت بقى بتقرا ايه اليومين دول عشان ده يكون اخر سؤال لينا، لو ترشح حاجه للساده المشاهدين نشجعهم، بتقرا ايه اخر حاجه قريتها؟ لازم، مهم جدا ان احنا نبدا بكتابنا المصريين، لان احنا عندنا مخزون مهم جدا بالنسبه لعبقره، يعني استاذ نجيب محفوظ، يعني اغلب الكتاب اللي هم عندنا وعندهم كتابات مهمه جدا. ولازم اقرا الروايه، ما ينفعش ما اقراش الروايه. طب بتقرا روايه حضرتك دلوقتي؟ انا كاتب روايه، انا كاتب روايه اسمها بلا نهايه، وبتكلم فيها عن ماهيه الانسان وعلاقته بالحياه حواليه. وكتبت مجموعه قصصيه، وكتبت كتاب عن اسماعيل ياسين، بين السماء والارض. يعني انا بحاول بقدر الامكان ان احنا نوعي الناس ونفهمهم ونقول لهم. عبد الحميد جوده الصحار، يوسف القعيد، هتلاقي مثلا احمد مراد، ده بيستهوي بعض الناس اصلا على اساس ان هم بيدوروا عليه. صح، وكتاب من جيلهم مفيش مانع. يعني مثلا في فتره من الفترات احمد خالد توفيق، الاستاذ احمد خالد توفيق، بالنسبه لفاروق نبيل الكاتب المهم. طبعا. في ناس كتير جدا ممكن تدور. نبيل فاروق قصدك؟ نبيل فاروق. تحاول بقدر الامكان ان انت تكتشف نفسك وتدور على نفسك وتشوف انت عايز ايه بالظبط. بشكرك جدا 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 يا فندم، ويعني فعلا فعلا استفدنا الصراحه. نشكرك، وعايزين بقى ده يتطبق، ابعتوا لنا على صفحتنا على فيسبوك انا وهو وهي اخر كتاب قريتوه كان ايه؟ سلام. او ولادكوا جايبين لهم كتب ايه؟ طب ما نبدا بيك انت، اخر كتاب قريتيه كان ايه؟ اخر كتاب قريته كان بتاع دكتور رشا سمير، كانت روايه. جواري العشق ولا لا؟ لا لا، جواري العشق ده قديم، قديمه الجديده بتاعتها. بس لسه ما خلصتهاش. ليه بتحبي كتابات؟ بحب رشا. اوكي. بحب رشا وبحب خيالها. لا، خيالها هي روائيه، روائيه رائعه، وطبيبه اسنان، بقولها دايما الطبيبه والروائيه. دكتوره رشا سمير بحبها وببعت لها طبعا تحيه، وروايتها رائعه الاخيره بجد، بس لسه ما خلصتهاش. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، وبالتوفيق دايما، والقراءه مهمه جدا بالنسبه لكل الناس. اشكرك شكرا جزيلا، وفصل ونرجع تاني. الهوس بالصحة وبشكل الجسم هو هوس حلو قوي، بس مش كل الناس بتقدر عليه أو اللي عايزينه يوصلوا له. النهاردة هنغوص بقى معاكم في أسرار النجاح في عالم الرياضة والرشاقة في نفس الوقت. هنشارك معاكم نصايح عملية ودوبل، يعني ينفع عادي اننا نعملها كلنا، تناسب نمط حياتنا المصري اللي هو الكنبه. طبعا هنتكلم عن التمارين اللي ممكن نمارسها في البيت، وكمان اكلات صحيه من مطبخنا، ومش هنقصوا على نفسنا ومش هنزهق روحنا. هنكتشف سوا معاكم طرق جديده علشان نحسن كده من لياقتنا البدنيه، ونحافظ كمان بيها على صحتنا حتى لو بابسط الطرق والحاجات. منورنا النهارده الكوتش عمر لبيب، مدرب اللياقة البدنية. ازيك يا عمر؟ كويس. عامل ايه؟ الله. كله تمام؟ الحمد لله. بص بقى، هقول لك ثلاث محظورات في هذا اللقاء. ما تتعبناش قوي في الرياضة بحيث اننا نزهق منها. ما تمنعناش من اكلات بنحبها علشان برضو هنزهق وهنرجع ناكل محشي عادي جدا. ثالث حاجة، الحاجات اللي هي تكلفتها قليلة. ما تقوليش اروح جيم بمليون جنيه وانا ممكن حاجات بسيطة اقدر اعملها في البيت تحسن من صحتي ولياقتي البدنيه. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. اتفضل يا شريف. لا ما في خلاص، يعني انت حاطط الراجل في كورنر، فاهم هيعمل ايه؟ طيب قبل اي حاجه، عمر انت مين وايه خلفيتك الدراسيه والرياضيه بعد كده؟ عمر بيعمل ايه؟ انا اتخرجت من حقوق، بعد كده لقيت ان انا بحب جدا المجال الرياضي، وعندي شغف كبير جدا 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 ليه، وان انا اخش في مجال البطولات وادي للناس قيمه فعلا في تغيير صحتهم. عملت السويتش ده، جالي اوفر وبدات اخش في المجال الرياضي، بقالي 10 سنين فيه. ما شاء الله. الحمد لله في قصص نجاح قويه جدا اتعملت. انا بقالي 10 سنين
مرنت اكتر من 10,000 عميل، عملنا قصص نجاح الحمد لله قويه جدا، الناس دي صحتها اتحسنت، في نجاحات وتطور مرعب بيحصل، وده عن طريق شويه بيزكس كده هنشرحها مع بعض النهارده عشان الناس تستفاد بده ونشارك معاهم الرحله دي. يلا بينا. حلو جميل. هل بتجمع ما بين الرياضه والاكل؟ يعني بتجمع ما بين الرياضه ومحظورات اكل وحاجات زي كده او تنظيم غذاء؟ الاثنين دول مهمين جدا جدا جدا، هو مع بعض. الاحسن جدا يكون مع بعض. الاكل عليه 70% من التحسن لصحتنا وشكل جسمنا، بس التمرين كمان مهم قوي قوي، لان الشخص التمرين ده بيزود عنده الطاقه الانتاجيه بتاعته. لما الشخص بيبقى اكتف وبيتحرك وعنده روتين في يومه، عارف ان انا في الوقت ده هشتغل، في الوقت ده هتمرن، في الوقت ده هقعد مع عيلتي، ده بيخليه اكتف جدا، نشيط جدا، وعنده طاقه كبيره جدا ان هو ينفذ المهام اللي عنده في اليوم بتاعته. فمهم قوي ان احنا ندمج بالاثنين دول على قد ما نقدر عشان ناخد نتائج قويه فعلا. اوكي. طيب خلينا نقسمهم حاجتين. في ناس عندها خلفيه رياضيه، سواء كانوا مثلا بيلعبوا رياضه وهم صغيرين او جسمهم كويس متعودين على الحركه، وفي ناس ما عندهمش خلفيه رياضيه وحاسوا ان هم ممكن يكونوا زادوا، كبير او صغير على فكره، ممكن حتى في الجامعه بس زايد او كده. فنبدا باللي عنده خلفيه رياضيه، المفروض يعمل ايه عشان يحافظ على ده؟ لو انت عندك خلفيه رياضيه اوريدي بتتمرن، في اعتقادي الشخصي الشخص اللي بيتمرن ده طول ما بيعمل نتائج حلوه وشايف نتائج على جسمه وصحته وثقته بنفسه بتزيد، هو هيبقى حابب يكمل بشكل كبير قوي. ازاي يحافظ على ده؟ ما يبداش يقارن نفسه بغيره، وهي دي بس الفخ اللي بيقع فيه لو حد منتظم. يقارن نفسه بغيره، اه ده عامل بروجريس جامد قوي، اه دي البنت دي عامله جسم جامد جدا جدا جدا، وهم الاثنين ابتدوا مع بعض بس ظروف كل واحد مختلفه شويه. لو قعدت تقارن نفسك بغيرك دايما هتلاقي حد احسن منك، هنا ممكن تحبط، واه لا ده وصل للنتيجه اللي انا عايزها في 3 شهور انا ما وصلتش هريح. فنصيحتي هنا ما تقارنش نفسك بغيرك، كمل اون تراك وقارن نفسك بالسنين اللي فاتت، هل انا احسن في شغلي، احسن في الانتاجيه بتاعتي، صحتي حلوه، شكلي حلو، شكلي بيتحسن عن السنين اللي فاتت، يبقى انا ماشي كويس. طب اللي كان بقى مريح، اللي مش بيتمرن بقى لا اللي كان مريح، كان بيتمرن وريح زي ما انت قلت، كتير بيحصل ده حقيقي. خلاص، والتريحه ممكن تبقى بال6 اشهر وممكن تبقى بال6 سنين. صح، ديبند. صح، فيعمل ايه؟ يعمل ايه عشان يرجع؟ لان خلي بالك بتبقى صعبه شويه. ده حقيقي، هو محتاج يسأل نفسه سؤال، هو أنا ليه محتاج أرجع؟ أنا في اعتقادي الشخصي شخص مكالمات، أنا بعمل مكالمات كل يوم لناس عايزة تبتدي. الشخص بيقول لي مثلا بقالي 6 سنين ما بتمرنش، بس أنا وصلت دلوقتي يا عمر لمرحلة أنت عايز، طب أنت عايز تبتدي ليه دلوقتي؟ إيه المحفزات بتاعتك؟ بيقول لي أنا وصلت لمرحلة اسمها كفاية. الشخص بيوصل لمرحلة كده وقاعد مع نفسه، لو ساب نفسه 6 سنين أو 7 سنين هو محتاج بس يراجع نفسه ليه؟ هو بيقعد كده يمسك مثلا بطنه أو 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 يبدا يحس لا انا كفايه، انا مش راضي عن الوضع ده، انا طمعان في صحه وشكل احسن بكتير. هنا قراره بيكون قوي جدا ان هو يرجع. فهنا اللي هو محتاج يعمله ان ياخد مع دماغه كده قرار ان انا عايز بس السنين اللي جايه صحتي تبقى كويسه وشكل جسمي كويس عشان انا مش راضي عن الوضع ده، ويبدا ياخد خطوات بسيطه، مش مطلوب ان هو يعمل خطوات مرعبه. سمول ستيبس زي ما كده بيسموها بيبي ستيبس. بالظبط، عشان عقله الباطن ما يخشش بقى ان انا هعمل لنفسي عقاب ويخش في صوره تغيير مفاجئ جدا للعادات، الموضوع هيبقى فيزهق. بالظبط، لا انا واحده واحده، بكره انا عايز ابقى احسن 1% في موضوع التغذيه والتمرين ده، اتمرن 10 دقائق وابدا احسن شويه من عاداتي الغذائيه. ده اللي هيسهل عليه جدا الموضوع وهيخلي عقله الباطن يتقبله ويبدا ياخد خطوات فعليه فيه. بالظبط. طيب دلوقتي بقى في انواع كتير للتدريبات، في الويتس اللي هي الاوزان، وفي الكارديو، وفي ناس عايزه تتمشى بس تمشي، يعني انت شايف الحاجات دي كلها ايه؟ كل ده بيشتغل كويس جدا حسب التارجت وحسب الموقف اللي انا فيه. يعني مثلا لو انا ست بيت ما عنديش وقت ان انا انزل اتمرن، بخلص شغلي برجع يا دوب بظبط حاجات البيت. بالظبط، هنا افضل للشخص ده وست البيت دي تقعد 20 دقيقة تتمرن في البيت او 15 دقيقة، تمارين بسيطة خالص، شوية بطن، شوية ضغط، شوية سكواتس، تمارين بوزن الجسم خفيفة جدا، او تمشي 20 دقيقة لو ما عندهاش وقت. طب لو شخص عنده وقت شوية، عنده ساعة في يومه ان هو ينزل يتمرن، لا يحاول ينزل يتمرن في الجيم، ساعتها هيبدأ يكتسب العادة ويبدأ يعمل تطور. كل ده بيشتغل، سواء تمرين الجيم بيشتغل،
المشي بيشتغل. مشي حلو مش كده؟ مليون في المية مليون في المية المشي بيشتغل جدا. هل له شروط جداً المشي عشان يشتغل؟ عشان اختلف بقى بعض الناس على السوشيال ميديا بيكتبوا انت فاكر ان لو معدلات قلبك ما زادتش ومش عارفة ايه وما عرقتش يبقى انت كده هتستفيد من المشي. لا، واحد تاني يقولك لا ده انت حتى لو ماشي بالراحة لكن المدة طويلة تفرق. انت قولي بقى ايه الصح. الكلام ده مليون في المية صح. لو انت ماشي وبتمد والهارت ريت بتاعك حتى يعني نبضات قلبك في مستوى منخفض لمتوسط هتحرق دهون. لما بجري ناخد بالنا بقى من الفرق ده قوي ياريت. جدا لما بجري انا بحرق، جسمي بيحرق من نشويات، جسمي عنده سيستمين طاقة يحرق منهم، يحرق من نشويات يحرق من الدهون. لما بجري ونبضات قلبي عليت ده معناه ان جسمي بيحرق من نشويات. لما بمشي اللي هو بقى المشي البسيط اللطيف ده جسمي بيحرق ساعتها من الدهون، وهو ده اللي احنا عايزينه. انا عايز جسمي يحرق من الدهون. يعني مشي عادي فعال جدا 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 جدا. 45 دقيقة اعتقد فعال جدا. 45 دقيقة حلوة، نبتدي من نص ساعة لحد لسه مبتدئ بالظبط. نص ساعة لطيف قوي، قدرنا نطلع ل 45 دقيقة ده يبقى هايل طبعا. وفعال، السؤال هنا فعال جدا، فعال مليون في المية. وحرق الدهون ونتحرك عضلاتك، لأن برضو بعد سن ال 30 سنة صح هرمونات البناءة بتاعتنا بتبدأ تنخفض شوية طبعا. الحرق بتاعنا بيبدأ يتأثر شوية لو مش مركزين صح. وبناخد بالنا قوي من ده. فمهم ان يبقى بس في قواعد تسهل علينا، تغذية مظبوطة، تمرين مظبوط، ده هيفرق جدا جدا. حتى لو التمرين ده عبارة عن مشي 3 ايام بس في الاسبوع، ده هيبقى فعال جدا ان انا احافظ على عضلاتي دي، تساعدني على المدى الطويل ان شاء الله قدام في حياتي اقوم بمهامي اليومية، اقدر اروح الشغل، اقدر اجي من غير ما حد يساعدني في المهام دي. طيب ايه الاخطاء الشائعة زي ما بيقولوا بقى لما حد يبتدي يمارس رياضة عامة ايا كان السن ايا كان الحالة الصحية؟ الاخطاء الشائعه ان انا لازم اوصل لنتيجه قويه جدا في اسبوع واتنين. ايوه لو ما لقيتهاش في اسبوع هبطل. انا كمان كده ما لقيتش حاجه في اسبوع باي باي. محدش بتيجي بالسهل، بيجي بالسهل بيروح بالسهل يا استاذه. بالظبط، كلنا غصب عننا في حياتنا بندور على الشورت كاتس، المسافات القصيره، اسرع طريق يوصلني ان انا ابقى غني، اسرع طريق يوصلني ان انا ابقى فورمه. المشكله هنا ان انت رفعت سقف طموحاتك قوي او حطيت اكسبكتيشن عاليه، بعد اسبوع او اتنين مش هيكون لسه حصل التطور المرعب فتبدا تحبط او تنزل الجيم تعب اوزان عاليه جدا. لا يا عمر هقول لك على حاجه بس فكرتني يا شريف بيها. ايه اللي بيحبط؟ ان بعد اول كلاس في الجيم الالام بتبقى مبرحه صح. فاقعد اريح 3 4 ايام لغايه لما الالام تروح، وكل ما افتكر الالام اللي هتيجي تاني اروح مكنسله الكلاس. هو لازم تريحي بس مش 3 4 ايام يعني صح 100%. عشان كده قلت لك ايه، ما اروحش الجيم اقوم جاي شايل اوزان عاليه قوي واتعامل ان انا سوبر فات. بعد كده عقلي الباطن هيترجم انا رايح اقاوم، انا مش عايز افرهد نفسي، ده انا لسه عندي شغل بكره، ده لسه عندي شغل النهارده، انا لو رحت دلوقتي يوم انتهى صح. فمهم ان انا ابقى واحده واحده، قول زي ما قلنا كل يوم احسن من نفسي 1%، النظريه دي هتشتغل، عقلك الباطن مستريح، انت يا دوب بتطور 1% بس، بس 1% ده كاونت زي ما هو تراكمي. اخر السنه انا اتطورت 365%. طيب وعقلي الباطن متقبل، انا ما اديتلوش خطه صعبه جدا غيرت حياتي كلها في ثاني يوم، لا واحده واحده كل يوم عمال اغير جزء في الفطار، جزء في الغداء، جزء في العشاء، امشي بس نص ساعه في اليوم. ده هيطور جدا من الصحة النفسية. الواحد بيتعرض لضغوطات برضو في الشغل دلوقتي مرعبة صحيح. التمرين بيساعدك شوية ان انت تطلع من الطاقات السلبية دي، المشي حتى بيساعد ان انت تطلع شوية من الطاقات السلبية، تشوف الطبيعة، ده بيفرق جدا. ايه الاخطاء تانية غير النتيجة السريعة؟ احنا قلنا اول حاجة ان انت بتبتدي عايز تعمل نتيجة جامدة جدا او أوكي. بتنزل تكسر نفسك في الجيم فتتصاب اصلا حلو. يعني انت لسه اول يوم او اتنين تنزل اوزان عالية جدا ازرق غضروفي بالظبط، تعمل كارثة فتكرهه بالظبط. تالت حاجة حاول تدور على منتور، مش لازم تعمل سبسكريبشن معاه، ممكن تخش دلوقتي السوشيال ميديا أونلاين. على فكرة قوية جدا جدا صح. اللي عايز يدور على معلومات ويستفاد منها بشكل مرعب ويعمل ريسيرش هيستفاد. تقدر تخش تشوف الناس بتشتغل ازاي، ليك منتور، يبقى ليك حد موجه ليك انت شايفه وصل لده، وصل ناس لده، تبدا تسمع منه، تشوف البيزكس والنصايح ما تتعلق بالتغذيه والتمرين في البرنامج زي اللي بنقوله، المعلومات دي تتطبق، طبقها يوم واحد يعني كل يوم تطور فيها 1% هتبدا تاخد بروجريس جامد جدا. في ناس لجأت وكانت هوجة حلوه بالعكس مش وحشه خالص، وانا من الناس دي على فكره، من يعني من الحاجات اللي اسستني كانت هوجة الفانكشنال تريننج او التمرين اللي هو بيبقى فول بادي ورك اوت ولا يعتمد على الويت زي كروس فيت زي بقى كل الكلاسز اللي من هذا القبيل يعني خلاص.
عدت قوي في مصر وهديت شويه لاسباب كتيره. رجعوا للحديد تاني، عايزين عضلات زي رجعوا للحديد، بس انت ممكن تعمل حديد بالكروسفيت، بس مش دي قصه. قصه انه ايه الاحسن، انك تتمرن في مجموعه وهل ده ينفي او هل ده يغنيك عن التمرين الكلاسيكي اللي في الجيم اللي لوحدك، ولا الاحسن انك تتمرن في الجيم التمرين الكلاسيكي اللي طول عمرنا طالعين متربيين عليه؟ الاثنين بيشتغلوا كويس جدا. انت بتشوف الامثله، ما يقدرش يعمل اثنين، يعمل حاجه واحده بس فيهم. ما هو حسب الجول بتاعه. يعني انت عجبك الفانكشن تريننج، انا في اعتقادي الشخصي عشان ده بيساعد جدا في الحركه بتاعتك اليوميه، ظهرك يكون قوي، ترباسك والعضلات الخلفيه دي تكون قويه عشان قعدتنا اللي بنقعدها خلال اليوم. تمرين برضو ده اكتر للناس اللي عايزه حركتها احسن وادائها الرياضي اعلى، ادائها الرياضي اعلى. يعني كنت هتلاقي جنبك ناس بتخش بطولات وناس رياضيين من الدرجه الاولى، هو عايز يعلي الاداء الرياضي بتاعه. الجيم للناس اللي عايزه تعمل شكل جسم حلو، شكل جسم حلو، توند فيت سواء ولد او بنت. الفانكشن تريننج والكروسفيت للناس اللي عايزه اكتر تعلي من الاداء الرياضي. انا بلعب تنس، انا بلعب كوره، انا بلعب، ويروح يعمل فانكشن تريننج، ده من اكتر الحاجات اللي هتساعده حركته تبقى احسن وادائه الرياضي الاعلى. في فرق ما بين حركتي وادائي الرياضي والشكل جسمي. الجيم يساعد. يعني انت بتقول اللي بيلعب تنس، اللي بيلعب سكواش، اللي بيلعب كده، برده محتاج يروح الجيم مش بس الرياضه بتاعته بالظبط. الفوكس الاعلى عنده في حته الفانكشن تريننج والكروسفيت، ويتمرن في الجيم يوم ليومين برده عشان يحافظ على عضلاته بشكل قوي. فانا بشوف برده ايه اللي انا عايز اعمله دلوقتي. انا مثلا موظف في بنك، ما عنديش غير 45 دقيقه في يومي، وفي جيم قريب مني وعايز انزل فيه. هنا ده انسب ظروف ليا هي موضوع الجيم، وهعرف انتظم عليها بعد الشغل، هنزل اتمرن شويه وصحتي تبقى كويسه. طب لا، انا رياضي من الدرجه الاولى وبحب اتمرن وسط مجموعه وفي فايبس حوالينا وفي كلاس بيتعمل وفي كذا ناس بتشير الاكسبيرينس، وشايف ده دي سايبه شغلها وده سايب شغله وجايين يعملوا ده، فده بيشجعني اكتر. في ناس كده بتحب تتمرن وسط مجموعه، فانا بشوف الانسب ليا انا واللي هيشجعني ان انا اخد الخطوه دي، الجيم وشكل العضلات ده اللي انا عايز اعمله حالا، ولا لا اروح اتمرن وسط مجموعه احسن من الحركه بتاعتي وارفع الاداء الرياضي. فهنا بتفرق انا بحب ايه وايه اللي انا عايز اعمله بالظبط على الوضع الحالي. اولا دلوقتي كمان في يعني ظاهره مش لطيفه في شويه جيم، اماكن الجيم، حكايه الحقن والهرمونات والحاجات. انا عايزاك تكلم الناس، هل دي فعلا هي اللي بتجيب من الاخر ونتيجه وعضلات، ولا ده العضلات دي ممكن تتعمل عادي عن طريق التمرين وتبقى بقى يعني عارف تعيش بالعضلات دي؟ انا من اكسبيرينس شخصيه خدت ستيرويدز في 6 سنين ورا، وبقالي 3 سنين موقف. اوكي. عن تجربه بعد 6 سنين، دي واحدة من أسوأ القرارات اللي خدتها في حياتي، واللي أسوأ قرار ممكن انك انت كنت تاخدها ياخده في حياتي. احكي لي على الجزئية دي، لأن في شباب بيتفرج علينا وكل همه الحقن وأنفخ، ويقول لك إيه الجملة بتستفزني دي، عضلاته متكلفة. إيه يا جماعة عضلاته؟ سمعتها قبل كده؟ ده مش بس ستيرويدز بقى دلوقتي، كمان بقى غير بقى حقن ستيرويدز، بقى في حقن تخسس، واصلا الحقن مكتوبه لامراض مرضى السكر. لا لا، انا قصدي على الحقن بتاعت العضله. انا فاهم، بس عايز اقول الحقن بقت على الناحيتين، بقت ستيرويدز تكبر وحقن تخسس. صح. الحالتين شايف الموضوع ده ازاي؟ ستيرويدز هي من اسوأ القرارات اللي انا خدتها. طيب ليه؟ ومن اكثر انتشارها. صح. وعلى فكره موجوده في كل حته بتقولها من غير ذكر اسامي بعينها، دي موجوده ومطروحه جدا جدا في السوق وموضه جدا دلوقتي بشكل سريع. ده حقيقي وطلعت ترند جامد قوي. ستيرويدز وحشه ليه؟ ستيرويدز هتاذي لك الكبد بتاعك، وده عن تجربه بقى وبتحاليل، وانا واخد الموضوع فيري بروفيشنال. فكان في كومبيتيشن، انت بتبقى داخل بطوله او عندك سيزن قوي قوي وعايز نتيجه سريعه. بالظبط، نتيجه قويه جدا، نتيجه قويه جدا جدا جدا، كمان فيري اجريسيف، لان جو البطولات ده مرعب 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 مرعب، في ان انت منافسة. حواليك ناس عامله فورم قويه جدا وانت عايز تنافس برضه. فهنا دي من اكبر الكوارث اللي ممكن حد يعملها، ازيت الكبد بتاعك، الانزيمات بتاعنا، الكلى اليوريك اسيد بيعلى، الهرمونز بتاعتك بتاثر بشكل كبير جدا اثناء فتره الكورس وبعد الكورس، تقعد فتره كبيره بعدها عشان جسمك يقدر يريكفر تاني. فدي واحده من اكبر الاداء برضه الفيزيكال او حتى الصحه الجنسيه برضه بتتاثر جامد جدا، الانجابيه
والهرمونات بتاعتك بتتأثر والإنجابية طبعا وفرصة الإنجاب بتضعف كارثة. الكبد عندك بيبقى فيه مشاكل، الكلى بيبقى فيه مشاكل، جسمك ممكن يعمل ريكوفر بس أنت دخلت ريسك عالي جدا، أنت أكنك بتلعب قمار على صحتك. بتتحول لدهون وده شفته في حقيقة في كيسز كتيرة. طبعا أنت يعني ناس كتيرة جدا عملت فورم رهيبة وتحولت وتخنت. بتدمر لو لسه صحتك ما رجعتش أحسن حاجة، محتاج تعمل فولو أب مع دكاترة، محتاج تتأكد إن أنت صحتك بدأت تبقى كويسة تاني، الهرمونز بتاعتك رجعت للرينج الطبيعي، الكبد بتاعك رجع للفانكشناليتي بتاعته الطبيعية. ده بياخد فترة 6 شهور لسنة طبعا. أنت بتبقى متدمر فيهم نفسيا، تبدأ تزيد جدا جدا في الوزن أو تخس جدا 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 في العضلات، فالسايكل من أسوأ ما يمكن عن تجربة. بعد 3 سنين بقى طبيعي؟ لا، الحل إن أنت يبقى في صبر في الموضوع. ناس كتير جدا من الناس اللي أنا بمرنها لقيتهم بيعملوا قصص نجاح طبيعية خالص. طب ده أنا بحول الناس، يعني مش شرط عشان العضلات دي إن حد ياخد مليون في المية. وفي ناس دلوقتي كتيرة جدا عاملة شكل جسم حلو جدا 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 طبيعي، ولاد وبنات، عشان هما ادوا الوقت الموضوع كويس قوي، أخدوا وقتهم، اشتغلوا على نفسهم، قعدوا سنين. في مكملات برضو غذائية تانية بس مش بالضرر ده بالزبط. صح، مكملات بالزبط. عادي زي مثلا ايه، زي الوي، زي الجلوتامين، زي الحاجات دي كلها. صح، مليون في المية. وده عن تجربة السايكل دي. طب هل احسن ممكن حاجة، وقعدت سنة لسنة ونص عشان اقدر اريكوفر في حياتي تاني وارجع بالليفلز الطبيعية. فدي طبعا ما انصحش بيها اي حد. عمر، انت بتنصح اللي بيعملوا عضل بحاجة معينة في الاكل؟ يعني انا هممني ده عايزين نلفت انتباههم على حاجة تانية غير الستيرويدز عشان ما يأذوش نفسهم. هل بقى ياكلوا مثلا بروتينات اكتر؟ يعني اديني نصايح اللي عايز يعمل عضل ازاي مع الجيم ان هو ممكن يعملها من غير الستيرويدز. اوكي، اول حاجة يهتم نسبة البروتين فعلا. لان اغلب الظن ده اللي هيكون فيه عجز شوية عند الشباب. ليه؟ عند الشباب ومية في المية عند البنات. البنات عندنا هنا لا بيرضوا ياكلوا لحوم ولا فراخ ولا 40% عندهم انيميا، ده رقم كبير جدا جدا جدا. البنات التغذية بتاعتها مش احسن حاجة. مش بياخدوا بالهم خالص من البروتين، الجنك فود. لا، وهم فاكرين ان هم كده بيخسوا. بالظبط. المشكلة ايه؟ ان هي بتبقى خايفة ان قلة الاكل تبدأ تقلل اكل، فيبدا يبقى عندها انيميا ومشاكل تانية صحيه جامده جدا. ده انا باخد بالي جدا عند البنات منه. تاني حاجه الولاد، طب انا ولد او بنت بقى وعايز اركز ان انا اعمل عضلات وشكل طبيعي حلو كده، ابقى مبسوطه بيه، اخد بالي نسبه البروتين تبقى 30-40%. يعني على قد ما اقدر الوجبات بتاعتي اليوميه يبقى فيها نسبه بروتين، اركز في ده، اخلي جزء النشويات والفاتس ده ما يبقاش جزء كبير يوقف لي الاكل بتاعي. ده مهم جدا جدا جدا. النشويات بتاعتي نتكلم 50%، ونشويات تكون من اكل نظيف. ابعد عن اكل البروسيسد المصنع والجنك فود والسكر، لان دي حاجات اللي بتزود فات وبتعمل شكل جسم وحش، ملهاش اي مصلحه في العضل. بالزبط. صح، بالظبط. فانا اركز. طب ياكلوا قبل الجيم ولا بعد؟ الاثنين مهمين جدا. في مدربين يقول لك لا، لما تخلص السيشن بتاعتك روح كل، وفي ناس لا كل قبلها بساعه وعشان تيجي عندك الباور. انهي افضل؟ مليون في المية انت لازم تاكل قبل ما تتمرن بساعتين، ده مهم جدا 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 عشان بيرفورمنس والاداء الرياضي بتاعك، ومهم جدا تاكل بعد التمرين عشان جسمك يعمل ريكفري استشفاء. في كذا نظام بقى ينفعك، ان انت مثلا بتمشي على فطار غدا عشاء اللي هو بالانس الدايت العادي، او الناس اللي عامله صيام متقطع بتاكل وجبتين، كل ده بيشتغل بشكل كويس قوي. المهم الكواليتي اوف فود، يعني جوده الاكل اللي انا هاكله ده يكون كويس، في نسبه بروتين عاليه زي ما اتفقنا 30-40%، لو في نشويات تبقى نشويات كويسه زي الرز والبطاطس والبطاطا والشوفان، ولو في دهون يبقى دهون صحيه زي المكسرات وكده، ما يبقاش اكل جنك فود زي ما قلنا وسكر، لان دول اللي بيعملوا ازمه. قطعت سكر وجنك فود ودخلت نسبه بروتين عاليه، عضلاتي هتعمل استشفاء، وهيبقى عندي فرصه اروح للحجم الكويس قوي والقوي بشكل طبيعي. طيب اخر حاجه بقى قبل ما نختم، بعد الصيف دايما بيكون في فتره التريحه دي بالنسبه للناس اللي هي زي ما قلنا ايه، خلاص ما هم خسوا وعملوا وطلعوا وخلصوا وخلاص بقى هنخش بقى نلبس بقى هنريح شويه بقى. ازاي نعرف نوازن كنصائح بقى عامه، نحاول نكمل اللي بداناه في الصيف لحد بقى الشتاء ما يعدي وما نكسلش خالص؟ لو انا بتمرن احافظ بزي ما قلنا كده، اثبت مكان معين بتمرن فيه، ميعاد معين. دي من اكتر الحاجات اللي بتربط عقلك بعاده معينه. انا عندي وقت مثلا بروح فيه الشغل في مكان معين في ميعاد معين، سيستم. بالظبط، سيستم. انا جسمي متعود على ده، اثبت العادات دي كويس قوي، لان ده اللي هيخليني على المدى الطويل ما احسش بالتعب وانا بعمل ده.
تاني حاجة أنا بشوف إن مش لازم تستنى أول السنة عشان تاخد القرارات الجديدة القوية جدا في حياتك والتغيير الأجريسيف اللي مش هيحصل. لا خد من دلوقتي حالا 3 شهور لا اشتغل عليهم كويس قوي، اخلص السنه دي بشكل كويس قوي، ده هيديني دفعه جامده جدا 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 ان انا اخش السنه الجديده باهداف اقوى وانا اوريدي محقق من السنه اللي فاتت اهداف، مش عمال مجرد اكتبها على الورق واتمناها وافكر فيها وما تحصلش على الارض. فدي يعني واقعيه الاهداف مهمه، واقعيه الاهداف، وان انا اشتغل على ان انا اثبت عادات معينه وسيستم معين عشان اقدر اكمل في ده على المدى الطويل. صح. طب لو انا ما ببداش خالص، لو انا لسه هبتدي لاول مره، اخد العادات البسيطه، كل يوم بطور 1%، امنع سكر، امنع دهون، انزل اتمشى 3 ايام، اتمرن تمارين بسيطه، لو ثبتت العادات دي 3 ساعات بس في الاسبوع بتاعي، 3 ساعات من اصل 168 ساعه، 3 ساعات بس. بسيطه يا جماعه اهو، 3 ساعات من اصل 100 تحسبتهم ازاي؟ 168 ساعه. ده شغله هو عارف بالدقيقه. الموضوع كبير قوي. بجد يا عمر نورتنا، ومش تبقى اخر مره ان شاء الله باذن الله. جماعه اي حد عنده اي اسئله ليها علاقه بقى بالقصه ديت، عدى بتجربه يحكي لنا عليها مثلا، سواء على فكره عادي حتى لو مش عايز تقول لنا انت مين او انت مين، وعديت بتجربه ممكن تكون مش احسن حاجه، سواء مع مرشطات ستيرويدز ترينرز مثلا ما كانوش احسن حاجه، ابعتوا لنا ويبقى عمر معانا تاني ان شاء الله علشان خاطر نرد على وقائع. لا والمره الجايه مش هنسيبك، هتورينا تمارين نعملها واحنا في البيت 100%. يا ريت عشان ايدين رجلين حاجات دي، حاجات بسيطه واحنا قاعدين في البيت ما نفوتش الوقت حتى واحنا بنتفرج على التلفزيون. لازم خلاص وعد ان شاء الله. شكرا ماشي. عمر وهنخرج طبعا كوتش عمر لبيب مدرب اللياقه البدنيه كان منورنا النهارده، ونخرج فاصل بقى ونرجع تاني نكمل حلقتنا. تبقى ماشي في امان الله وفجاه تلاقي رخصة عربيتك زي كده الباشا اتسحبت منك، او رسالة مخالفات قد كده او قد كده في حالات تانية زي حالاتي مثلا، لأسباب بقى مختلفة، مشيت عكس الاتجاه، تتكلم في التليفون، او انت مثلا كده سرحان وانت سايق، وحاجات تانية كتيرة ممكن تعرضنا للمخالفة او المساءلة القانونية. الحقيقة احنا مش حاسين بيمكن التعديلات او بضراوة العقوبات حاليا، لان الموضوع تطور شوية وفي تعديلات جديدة وفي قانون مخالفات مرورية هنتكلم عن تفاصيله اكتر علشان نخلي بالنا. طبعا اهم قبل مفروض نكون مش بنخاف من القانون قد طبعا لازم نخاف من القانون، بس قصدي اقول كنت خايف على صحتي حياتنا، وده يمكن اهم حاجه. يعني احنا النهارده في الاول وفي الاخر القانون ده معمول ليه؟ مش عشان خاطر يضايقنا، هو معمول عشان خاطر يحافظ على ارواحنا وارواح عائلاتنا طبعا بعد الشر الف مره. معانا الاستاذه المحاميه، وكنت لسه بقول في المقدمه بقيت صاحبه بيت خلاص، ما بقتش ضيفه، ما ينفعش اقول ضيفتنا العزيزه، بقيت اقول الزميله. وطبعا الاستاذه المحاميه دينا عدلي حسين اللي منورانا في الحلقه النهارده. ميرسي، اهلا بيك. يعني دينا النهارده واحنا بنتكلم اكيد في حاجات احنا مش مدركين ان في عقوبات اتغلظت، والناس فاكرة ان عقوبات المرور دي فاتورة هتدفعها وخلاص وهتمشي. لا، ده في دلوقتي عقوبات قد تصل للحبس او تقييد الحرية وحاجات زي كده. ممكن تقولي لنا كده يعني ايه الجديد في القانون؟ بصي، هو بشكل عام مبدئيا يعني هي الموضوع مش هنقدر الا تغلظ مخالفة نمشي وراها لان الموضوع كبير. انما الكاميرات الجديدة اللي تركبت والتقنية الحديثة اللي اتعملت والستيكرز اللي على العربية أصبح مقلل تواجد الفرد الأمني اللي واقف يكلمك. صح. وبيسيبك تمشي وبتطلقت، بتفاجأ بعد كده أن عليك قضية متحولة للنيابة أن أنت ماشي عكس الاتجاه واخد حكم سنة. إيه؟ سنة؟ ممكن حبس عكس الاتجاه سنة. اوكي. فما بقاش واقف امين الشرطه كتير اللي بيتناقش معاك ويديك المخالفه الورقيه ويدفعك وانت واقف كتير. بقت الاعتماد نوعا ما اكتر على الكمبيوترز والتسجيلات. ماشي ورخصتك مش متجدده وسايبها، المفروض تجدد خلال شهر، الستيكرز بيلقطك وبتلاقي العمليه بتعد عليك وانت مش داريان، وتفاجئ النيابه محولاك وسحب الرخصه ولغي الرخصه، تطلقت تاني تبقى تكرار، تتلغي تاني تبقى تكرار، ممكن توصل ان الرخصه تسحب 3 سنين، تيجي تجدد ما تجددش.
شايف ان الشارع ما فيهوش حد فبتكسر بتعمل النمر مش متركبه، النمر غلط، النمر مطموسه، كل ده بقى بيطلق. فاحنا ما عندناش ثقافه ان الاستيكرز ده مهم والكاميرا دي مهمه لانها بتسجل كل حاجه. الفيمي بتيجي طبعا تتحول لفحص بس في عربيات بتبقى جينوين كده، بتبقى كده بتترخص كده بالظبط. فانما مصددات صح؟ انما لو في حاجه مش موجوده في الترخيص بتتحول عربيه لفحص وممكن تسحب رخصتها وممكن لمده 3 سنين وممكن تقف. يعني التقنيه الحديثه اصبحت الناس مش مستوعبه هي بتسجل عليك ايه. بالظبط. خلينا نبدا كده يمكن باول حاجه، ويمكن هي زي ما قلنا الحاجات اللي هي ليها علاقه بالعربيات ونقل الملكيه ونقل المش عارف ايه، ده مهم وده برضو تخصص حضرتك. يعني هل اولا المخالفات او اي التزامات على صاحب عربيه لو لا قدر الله هذا يعني مالك العربيه توفى تنقل او لازم تسدد عن طريق الورثه، والموضوع بيمشي ازاي؟ لو اتباعت او اتباعت المخالفات ده طبيعي واحنا ماشيين في الحياه الطبيعيه بتجيب شهاده المخالفات وصاحب الشأن بيدفع. انما ممكن بدعوه من المحكمه انقل المخالفات مني ليكي. انا مش مقتدره ادفعهم مثلا او انا اللي هلتزم بيها، فبنقل بدعوه من المحكمه بنقل ان انت هتلتزمي بسدد. ازاي يعني؟ هو حد دعوه في المحكمه بنقل المخالفات من مين لمين؟ المخالفات مني ليكي للبائع لاي اخر يعني للمالك الجديد. اوكي. ان هو اللي هيدفع او هو اللي ملتزم بيها في حاله الورث، بس دي بدعوه. انما لو توفى صاحب السياره بتتاخد من التركه وبترجع تتاخد من الورثه، او القاضي بيستثني لحالات معينه يعفي. يعني دي انما هي بتتاخد من الورث يعني وبتتاخد في التجديد او بتتاخد زي الضرايب لو على متوفي زي اي حاجه من الحاجات اللي بتستحق الاول قبل توزيع التركه. طيب في حاجه بقى الايام اللي فاتت كان الكلام عنها كتير الحقيقه وانا مش فاهمها قوي، يعني سيارات ذوي الاعاقه كان عليها مشكله وقعدت في الجمرك كتير او منعوا دخولها شويه وبعدين رجعت تاني وبعدين بقى اصبح في ضوابط يعني علشان ما يحصلش تلاعب. هي موجوده الضوابط بس كان في بعض التجاوزات بتحصل. سيارات ذوي الهمم او ذوي الاعاقه دي جايه بميزه لهذا الشخص بسعر مخفض او معفيه الجمارك، يعني السياره اللي ثمنها 2 مليون هو واقف عليه ب 700,000. ايوه. فالميزه دي انا بديها لك كدوله وبعفيك من الجمرك عشان الاعاقه او الحاله الصحيه. اللي بيحصل ان الناس كانت بتستغل كارت ذوي الاعاقه ده وتشتري باسمه العربيه ويعمل له توكيل وياخدها هو ويديله 30,000 15,000 يرادوه يعني يرادوه ويستعملوا الكارت بتاعه ويبدا ياخد العربيه هو ويمشي بيها. العربيه دي لو اتمسكت بتتسحب ويتحبس صاحب العربيه وصاحب الكارت والكارت بتاع الخدمات ده بيتلغي له. الناس غلابه ما بتبقاش فاهمه ده. هو ما بيبيعهاش، هو بيعمل توكيل بالقياده يعني؟ لا، بيعمل توكيل للمشتري بالبيع للنفس وللغير، وده غلط. أوكي. لانه مش من حقه يبيعها لان عليها حظر 5 سنين. اوكي. لكن بعد ال5 سنين يقدر بعد ال5 سنين بيدفع فرق رسوم 10,000 تقريبا او حاجه كده وبقت من حقه يبيعها بعد ال5 سنين. هما بييجوا يعملوها قبل ال5 سنين، فبالتالي ده غلط، هي يعني مش ملكك عشان تبيعها. اوكي. اساسا الحاجه الثانيه الجواب بيبقى طالع برفقه سائق، ممكن يكون الحاله ما يقدرش يسوق بس يتمتع بميزه العربيه فبيبقى معاه قائد سياره فلازم يكون الجواب طالع باسم قائد السياره ومين ورقم ورخصته وكل حاجه. لو واحد تاني سائق العربيه بتتسحب الرخصه. اوكي. لو اتكررت ممكن تتلغي الرخصه خالص. يعني واحد بالاضافه لصاحب السياره ممكن يبقى عندي اعاقه مثلا فيها طرفيه امراض الدم وقلب مفتوح ومثلا دراعي الشمال لرجلي بس قادر اسوق، وواحد مش قادر خالص يسوق فمعاه مرافق يسوق. لازم العربيه يكون فيها. طب ما يقدرش يغير من مرافق لمرافق؟ يبلغ.
زي سواقين السياحة بالظبط، لازم يختر الشخص برخصته ان ده اتلغى وده يبلغ فين بقى، يعمل المرور ايه التفاصيل؟ بيغير الجواب وبيغير هل دي سهلة؟ لان سهلة طبعا، دي بتبقى وظائف مش مستقرة قوي. لا لا سهلة، لانه غالبا في الاغلب العام في الحالات دي بيبقى الوالد او الوالدة او الاخ حد من القرايب مرافق دائم غالبا. لكن ممكن الشخص ده يتواجد في العربية بالتصريح من غير الشخص المعاق؟ لا لا لا، افرض رايح يجيب له حاجه يعمل له مش حاجه، مش بالعربيه يروح، يعني هيوديه المدرسه ويقف ما يرجعش فاضي. اوكي، يعني لازم من لابد من تواجد صاحب السياره والا يبقى هو بيستخدمها. اوكي طيب، امتى بقى تسقط اوراق السياره من المرور؟ تسقط خالص ده بقى على حسب الفحص، يعني هو المفروض انه بتدخل العربيه فحص بيديك مهله، انا مش متذكره الارقام، بيديك شهر وبعدين يجددها، ان بيديك تصريح مؤقت ان انت تصلح او تغير مش عارفه العادم والشكمان وتركب ايه للبيئه او تعيد الاصلاح ليها. فالمرور بيدي مهله شهر وبعدين يدي 90 يوم تاني، وبعدين اذا فشلت بيسحب. اوكي طيب، لو طفل اقل من 18 سنه هل في جديد في العقوبات؟ ويعني احنا بنشوف دي للاسف الشديد جدا بقى، والناس بتستسهر وتاخد ابنها كده على التريكسيون وتقعد تلعب على حجرها، شيء غريب. او بيدوا العربيه وبيفتخروا ان انا ابني 10 سنين وسايق و15 سنه وسايق. مشكله ده انا شفت مره عربيه نقل فيها طفل يعني عنده 15 سنه مثلا، يعني ما يزيدش عن ثانيه اعدادي ثالثه اعدادي، وكنت مذهوله ان هو سايق عربيه نقل. اولا الطفل ده ممكن يتحبس، يوضع فوق دار رعايه لانه اقل من السن انه يوضع في سجن، بس بيتحكم عليه ممكن. الاب او الوصي بيتحكم عليه بقانون المرور يتحبس له لغايه 3 سنين. لو بقى عمل حادثه غير القانون المدني يرجع عليه بالتعويض، غير بقى لو عمل حادثه وموت حد، دخلنا في قتل واصابه خطر، دي كارثه ثانيه. فبتلاقي 3-4 قوانين ويكون في عقوبه للاب او للولي، عقوبه للاب لتركه للسياره وتحمله مسؤوليه الضرر. فالاب بيتحبس معاه بقانون المرور وياخد عقوبه بالقانون الجنائي وياخد عقوبه بالقانون المدني. يعني فحته ان الطفل يسوق عربيه حاجه يعني حاجه مش منطقيه، يعني انت مش بتعرض نفسك بس، بيقول لك انا جوه، لو مثلا لو ناس في مجتمعات جديده يقول لك انا جوه الكومباوند، انا جوه المدينه الصغنونه، انا جوه، انا ممكن اعمل مصيبه برضه، انا ممكن اموت حد طفل. ماشي، لا يقول لك طالما جوه الكومباوند مفيش قانون، يعني ما انا مش على الشارع الرئيسي، ما انا مش على الشارع الرئيسي، جوه قريه في الساحل، صح، مفيش كاميرا لقطتني. طب واللي اتخبط هيسيبني؟ واللي عربيته اتخبطت هتسيبني؟ ساعتها برضه يسري عليك قانون حتى اذا كان داخل مجتمع طبعاً مغلق. طبعا انت سوقت عربيه، سوقتها بقى مجتمع مغلق وما قالكش تسوقها. أيه. هل في حاجه للاي كارت، العربيه اللي هي الكهرباء الصغيره ليها ترخيص؟ الكلاب كار لا ليها ترخيص، زي البيتش باج ليه ترخيص، وال دول ليهم برضه مرتبطين بسن؟ ان احنا بنلاقي اطفال سايقين العربيات الكهرباء اللي هي الكلاب كار والتويزي وما تويزي ومش عارف ايه. ما فيش طفل في الدنيا تقولي له سوق، يعني ده هو بقى كتير يسوق عجله وجولف كار، يسوق يعني اصل فين الوعي؟ فين التحكم في العربيه؟ صح، احنا كل ده ما بنتكلمش على التكاتك، احنا كل ده بنتكلم في عالم سمسم. في تكاتك بقى حضرتك؟ لا لا ليه ترخيص، وفي كسر وفي ماينرز بيسوقوا التكاتك، ما هو طول النهار بيحبسوا فيهم، مع طول النهار واخدينهم لانهم بيعملوا عمايل فظيعه، لانه بيخبطوا بيضربوا بيسوقوا عكس الاتجاه، ده بيعمل كل حاجه. بس بقى عكس الاتجاه، ايه هي حالات سحب الرخصه؟ طبعا مش زي ما حضرتك مش قلت بالتفاصيل، بس ايه اهم حالات سحب الرخصه اللي قد تصل زي ما قلتي للحبس؟ ماشي من غير نمر، ماشي من غير رخصه قياده، ماشي مطلع رخصتين، انت مطلع رخصه في محافظة ورخصة في محافظة، مش هو موضوع ممايكن؟ ده المفروض انها كمبيوترايزد كله نتورك. لا ما لا. انت مطلعة من مرور دقهلية ومطلعة من مرور القاهرة، او اتسحبت الرخصة ورحت طلعت رخصة وسبتها ما دفعتش الغرامة، يعني بقى بيبان دلوقتي هما بيعملوا الميكنة والناس مش حاسة. يعني يعني القيادة تحت السكر او المخدر. دي غير الحيازة،
لا الحيازه دي كنت دخلنا في عقوبات. اوكي. ان ما هو انت المشكله بقى ان القضيه بتبقى حاجتين. سقط تعاطي او تحت المؤثر. فده بتحاسب قانون مرور وبتحاسب قانون عقوبات. حيازه. اوكي. يعني القضيه بتبقى فيها حاجتين. ايه عقوبه السكر في القياده او تحت تاثير مخدر؟ ما هو بقى هيخش في النيابه بتحيله بحالتين. قانون المرور اللي يديله من 6 لغايه سنه، 6 شهور لغايه سنه. وقانون العقوبات يديله لغايه 3 سنين. ده قانون العقوبات ده من غير ما يضرب حد في الشارع، من غير ما يخبط حد. ده حيازه، ده تعاطي، ده الوحش. تحت التاثير. لا ما هو تحت التاثير يعني كنت بسوق. بالظبط. فانا شاربه وبسوق. ايوه بالظبط بالظبط. فالشرب في حد ذاته والقياده ونتج عنها ايه بقى؟ دخلنا في عقوبه ثالثه، موت، اصبت، اتلفت. فبتلاقي هو في عقوبات في المرور يجوز فيها التصالح وفي عقوبات لا. يعني إيه اللي يجوز فيها التصالح حالات معينه، انما في مثلا القيادة بالرخصة ما فيهاش تصالح، عدم وجود نمر ما فيهاش تصالح، القياده بالمخدر ما فيهاش تصالح، التليفون ما فيهوش، الموبايل ما فيهوش تصالح. ففي حاجات في يعني ركنه مثلا، صف تاني، حاجات تجاوز سرعات. في سؤال وانا سايقه دايما بساله لنفسي، هو في حد فجاه ممكن يطلع لك من على الرصيف يجري الشارع؟ القتل الخطأ. يعني انا واحده وسايقه بالراحه وطلع لي حد كده، وفي النهايه انا اللي اتحبس او انا اللي اجازه لو توفى لا قدر الله او اصيب؟ يعني هل في ضوابط للراجل اللي بيعدي من غير عبور مشاه، او اللي جري فجاه وبيخطر على وبيمسك، والله العظيم يا دينا، ماسك التليفون ومش باصص في نهر الطريق وهو بالعرض ده على طريق مصر اسكندريه بيتمشى وهو بيعدي بيتمشى؟ قولي لي كده، انا انهي قاضي اهون عليه انه يحكم عليا وانا سايقه طبقا للسرعه القانونيه، ولا عمري مخدرات ولا ايه؟ لا لا، هو طبعا لو سايقه في السرعه القانونيه وعامله كل احتياطات والعربيه سليمه، الفرامل سليمه، عشان لو الفرامل ما فيهاش تصالح بالظبط، كله تمام، وهو جاي في مكان مش مكان عبور مشاه، لا ما القاضي ما بيحكمش بالحبس. ليه بس في مشاهير لا مشاهير اتحبسوا؟ هتلاقي في حاجه، في مشكله بقى بيهايند ذا سينز. اما هو اللي شارب. حصل مؤخرا ده كان مثلا تحت تاثير مخدر، اما شارب، اما عربيه، اما متجاوز سرعه رهيبه فما قدرش يتحكم. لكن لو انا فله، لو فله بقى وماشيه تبع السرعه، لا طبعا. لكن هو في حد مات اتوفى، ايه بقى؟ بتبقى مسؤوليه مدنيه انك تدفعي تعويض. ليه ادفع ليه اذا كان هو قرر انه يجري في الشارع بالعرض؟ تمام. وفي ناس ما بيتحكم لهاش لما بتاخد براءة. لو هي بقى في مكان غير عبور المشاة، ناطط لي اعلى كوبري، ماشي لي على السريع، عامل لي حاجه يعني مش المفروض، جاي لي عكس اتجاه مثلا، هو اللي غلطان. يعني كل ده في حاجه في القانون اسمها ان خطأ المجني عليه استغرق خطأ الجاني. ايوه. يعني انا اخطأت في اني موتتك غلط، لكن نتيجة خطأ منك. فبالتالي مش كل الحالات بيتحكم فيها طبعا. اوكي. طالما حتى لو حصل فيها وفاة، طالما كله سليم، هو انتحر تقريبا يعني، هو نط. طالما كله سليم، يعني ما ممكن مثلا ابقى سايق واحد نط من البلكونه قدام عربيه. في عقوبه على اللي ماشي في الشارع مش راكب عربيه طبقا لقانون المرور؟ طبعا، اللي هي المخالفات اللي انا ما فيش بقى هنا ستيكرز هيجيب لي البني ادم. اوكي. لازم يكون رجل المرور واقف، الاشاره فاتحه فعدى غلط، الاشاره واقفه فما يعني. لكن هل ليها عقوبات؟ يعني مخالفات حتى ماديه؟ اللي يعدي مش في مكان تعديه المفروض يعني. طيب المفروض عشان نيجي الحلقه الجايه. طيب سؤال، لو حد شايف ان هو كتير جدا حصلت مع الميكنه الجديده ديت، انه حصل انه في ناس بيتصوروا وتبقى بتاخد على ان هي مخالفه، ان انا ومش انا تبقى اصلا ايرور، او ساعات كتير جدا حد مثلا لابس اسود زي حاجه كده النهارده خلاص، وبالليل في الضلمه تمام يقول لك مش لابس الحزام، مع ان هو لابس الحزام بس حزام اسود في التوب الاسود فمش باين. كل هذه الحاجات بقى المفروض بنعمل ايه؟ هل في يمكن تظلم؟ في تظلمات. ولما التظلم 100 جنيه واحد بيدفعهم برضه، ما هو ما تقعد ساكت بقى ده من كتر
والله تعدي عامل ايه طيب؟ دي حقيقة ماشي. لا هو الكتاب بيقول ان في تظلمات الحمد لله نظريا الكتاب بيقول في لا وعمليا في تظلمات وفي خصم على او يعني اعفاءات لغايه 25%. لكن في حاجات انت مثلا فتل قوي انك متصور ان يعني ده الناس حرام فضلوا يلبسوا الحاجات اللي بتلمع دي على عشان يبينوا الحزام بس متهيألي أيوة. لما بيحصل على طول تظلم بيشوفوا يعني في حاجات بتبقى واضحه قوي ان مش انا كده وفي حاجات اليدويه اللي هو مخالفه يدويه انا عطلت المرور بقى وانا مش عارفه ايه وانا ما كنتش متواجده في المكان. لا ثانيه ومشاجره مع المشاجره دي ما شفتيهوش اصلا بس ده ممكن التظلم عليها وبتتقبل على طول وفعلا التظلم مثلا في اماكن مخالفات انا ما كنتش موجود فيها ما بالظبط ما دي هو دي كارثه مثلا وتعالى اثبت لا لا انا ساعات بنثبت انا كنتش في البلد اصلا مثلا او ما كنتش في هذا عمري ما رحت بساتين عمري ما رحت مش عارف حد ساق عربيتي او عربيتي ما اتسقتش اصلا فيعني لا طبعا في حاجات يعني الى اي مدى حكيتي 25% من كلمه المخالفه ولا المخالفات الاجماليه؟ المخالفات الاجماليه اوكي طيب. لانك بتتظلم على المجموعه يعني أوكي. مستفزه برضو العربيات اللي مخرجه بروز انا بقى بقعد اتخيل ايه العمود ده اللي هي حاطاه المواسير هيخرج وهيخش في راسي عارفه في تخيلات الواحد ضايفها على الرخص ايه الحاجات الاكسدامات لا. لا لا هو محمل حمولة. لا ده النقل ده مع ربنا بقى ده المفروض حموله طالعه قوانين النقل برضه قد عربيه يعني ما هي في قانون المرور يعني هو نفسها ولا يطبق عليهم بنود غيرنا غير قصدي الملاكي لا فيها حبس وفيها سحب وفيها المفروض ليه ارتفاعات وليه ما يطلعش بره العربيه وهل العربيه بتاعته مرخصه بانها تشيل حموله زي دي ولا لا اللي سايقها معاه رخصته ايه اولى ثانيه ثالثه ليها ليهم لكن البروز والتحميل الزياده على حسب رخصه العربيه قد كده نقل صغيره عارفه الربع نقل او نص نقل وشايله مثلا الميكروباصات اصلا اللي بتلاقيها جايه من الساحل واسكندريه وتلاقيه حاطط كم شنط فوق العربيه صح تقلب قلبها نقل لان ارتفاع اللي هو حاطه من عفش وشنط يقلب العربيه يعني العربيه مش مخصصه للارتفاع ده فده برضو بيقف مخالفات صحيح الصرف ليهم مواعيد صح حكايه المواعيد دي لكن كلها مخالفات فك الكلبشات في حبس فك الكلبشات اللي هي الكلبشه دي فكها دي ويسيبها دي ده انت تتفك بتتفك طبعا هو في كل حاجه طيب ولا ما هو التحايل سهل بس المفروض واحد يحترم يعني القانون علشان التحايل هيؤدي الى عقوبه اكبر هي دي الفكره ده ما حدش قادر يفهمه طب ادفع المخالفات في مده قد ايه؟ يعني في ناس مثلا في بدايه الترخيص قدامي لسه 3 سنين مظبوط اوكي وجالي مخالفات هل هو هافاجئ بيها في ال3 سنين؟ يعني لازم ادفعها دلوقتي لما بيحصل ولا اول باول؟ مثلا بتجيلك على الموبايل وبتطلع وبيديكي 48 ساعه تسديهم لو مثلا مخالفه الرادار او السرعه اوكي بتجيلك مثلا وتدفعيها خلال 48 ساعه على انا فاكره انها بتدفع وقت تجديد الرخصه ما هي لو سبتيها بعد 48 ساعه بتتضاعف يعني انت لو بس حتى ما هو لا معلش يا جماعه عشان كده انا عمال اقول انا في ايه في لا النقطه دي مهمه في مخالفات تتضاعف لو ما اتدفعتش بعد 48 كلها ساعه كلها اسكتي بقى دي لما لا انا فاكره يا جماعه لو انتوا زي قولوا لي على الفيسبوك انا وهو هي انا فاكره ان المخالفات دي بتدفع وقت تجديد الرخصه لا ما حدش قال لنا انها بتضيع صدقت اللي علقة طب احنا نقولها بقى للناس بس بالراحة والنبي كده برضه كده تعملي فيا كده اتفضلي يا استاذ عشان كده احنا بنجيب فلوس زينة تلحقنا بالهم اللي احنا فيه ده لا يعني انا اتلقطت رادار اما انك تدفعيه لو وقفك الرادار في ساعتها 150 جنيه ولا 200 جنيه اللي بنديها مش فاكره الرقم عشان ما حدش يمسكها على ايا كانت المخالفة على حسب بتدفعيها في ساعتها او على بتجيلك مسج على الموبايل بتدفعي خلال 48 ساعه بتلاقي فيه كده بيعدلك بالتناقص خلال ال 48 ساعه تدفعيها بقى انستاباي مش عارفه فودافون ايه الحاجات اللي او تدفعي اونلاين بالكريدت او اونلاين بالكريدت او كده خلال ال 48 ساعه وبتجيلك على البريد انك خلاص دفعتي تفرضي ما جاتليش على التليفون
ما هي المفروض ان بتيجي على طول. المفروض ما جاتليش. طول النهار حد كسل يبعت لي، طب انا اعمل ايه انا بقى؟ اوتوماتيك حضرتك هو ده. تكشفي بالرقم القومي. اوكي. اشوفها بالرقم القومي. تكشفي بالرقم القومي. بعد كده بتتضاعف بقى لانك ما جيتيش، يعني اتلقطتي بقى رادار، يعني زي حالاتي مثلا وحالات شريف كده كتير. الحمد لله. على طريق مصر اسكندريه. فرادار في رادار. أيوة. احنا واخدينه كله الحمد لله. العربيه في الاخر والساحل هيسحبوا العربيه او هيسحبوا السائق. بيتضاعف مره. بتضاعف مره. بتضاعف لانه انت كمان خلال 6 شهور لو قررت بتتضاعف، فانت ما فيش كل 6 شهور. لا ده احنا عايزين حلقه محو اميه مروريه والله العظيم، نحط كده الحاجات ونقعد نعملها تاني. في حاجات انا مش عارفاها، يعني انا فاكره ان انا ام العريف بقى وعارفه القوانين والولا ابيض. لا هو احنا مش عارفينها برضو قوي، يعني احنا بنحاول اللي هي بتجينا مع الحالات يعني وبنشوفها. نجتهد. في عننا وعنكم من اي مخالفات يا جماعه. ما تمشوا بالراحه يا شباب، ما تمشوا بالراحه، تقعدوا تعيطوا بعد كده. ناس غريبه جدا. دينا عدلي حسين نورتنا النهارده، وغالبا لازم في الفاصل هشوف بالرقم القومي عليا ايه، لان قلقانه جدا. وبشكرك شكرا جزيلا على الفقره دي. بعد الفاصل عندنا فقره الحقيقه متحمس ليها جدا جدا جدا، ازاي نكون ناخد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اسوه في تعامله مع المراه. خليكم معانا، فقره لطيفه جدا. استنوا. النهارده عايزين نتكلم عن جانب مشرق من جوانب حياة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو إزاي كان بيتعامل مع زوجاته عليه أفضل الصلاة والسلام. الرسول كان رمز للعطاء والحب والاحترام في علاقاته الزوجية. عشان نعرف أكتر عن الموضوع ده النهاردة معنا ومنورانا الداعية والباحثة بالسنة النبوية المشرفة الجميلة جدا نورهان الشيخ. ازيك يا نورهان؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، تسلمي. دايما في بعض الحاجات اللي هي ما بتكونش عاجبة الستات في معاملة جوازهم معاهم. يروح الراجل قايلك ايه؟ ده الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيعمل كده، ده كان الضرب، ده الرسول اللي قايل ان احنا عليه افضل الصلاه والسلام نضرب الزوجه اللي تنشد او تعمل حاجه غلط. لصقوا بالرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام حاجات لا تليق بمقامه الشريف. صحيح. ولا باخلاقه ولا بتفضيل، يعني انك على خلق كريم، انك على خلق عظيم، يعني لا تليق. ممكن النهارده نصلح الحاجات دي؟ يا ريت. ان شاء الله. قولي لنا كده ابرز الحاجات اللي بتسمعيها ما تقبليهاش عن الرسول الكريم. والله يا دينا كلامك ربنا يفتح عليكي صح جدا، كل اللي بيتقال ده عكسه تماما هو صحيح. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم حط معيار بنقيس بيه الراجل ده كويس ولا مش كويس. سيدنا عليه الصلاه والسلام ما قالش اكتر واحد يصوم هو اللي راجل كويس، اكتر واحد يصلي هو اللي راجل كويس. الحديث عند الامام الترمذي بسند صحيح انه قال صلى الله عليه واله وسلم خيركم خيركم لاهلي، والاهل هنا الزوجه. وبدا بنفسه الشريف عليه الصلاه والسلام وقال وانا خيركم لاهلي. فأحسن راجل في الشرع الشريف مش اللي بيصوم كتير ولا اللي بيحارب ولا اللي بيكرم مراته بيعملها كويس. ده أحسن راجل عند ربنا سبحانه وتعالى. فلما يبقى ده المعيار اللي حطه سيدنا عليه الصلاة والسلام، إذن إزاي بقى يبقى أي راجل يلصق المعاملة السيئة لسيدنا النبي إذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ده معيارك أنت راجل كويس ولا مش راجل كويس. لدرجة يدينا يبقى مرة، وأنا عايزاكي والسادة طبعا المشاهدين نتخيل اللقطة دي كأنها بتحصل دلوقتي. تخيلي كده رجل دولة أو رجل ليه مكانة كبيرة جدا في الدولة والناس كلها بتسمعه، وفي مؤتمر صحفي وفي كاميرات بتصور لايف وبيتنقل على مستوى العالم. اللقاء الصحفي ده ورجل ناجح جدا، ويتسأل من صحفي في المؤتمر الصحفي ده يتقال له يا دكتور فلان مين أكتر حد حضرتك بتحبه في الدنيا كلها؟ يقول مراتي. تخيل اللقطة دي؟ طبعا حصل مع سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل رقي، ده رقي، ده قمة الرقي. يتسأل أصل الصحابة دول هم، هو ده المؤتمر الصحفي طبعا، ما هم اللي نقلوا لنا، ما احنا عرفنا كلامه ازاي؟ اتنقل لايف للبشرية كلها. طب احكي لنا الحتة دي، إمتى قال الرسول الكريم كده؟ كل الصحابة قاعدين وبعد غزوة كبيرة جدا راجع منها سيدنا عمرو بن العاص، والحديث ده عند البخاري يعني في أعلى درجات الصحة. والراوي سيدنا عمرو بن العاص بيقول كنا راجعين من غزوة كبيرة جدا وأنا راجع منتصر، والجيش كله مجتمع والناس عماله تنقل لبقيه البلاد المجاوره، عشان كده بقول لك مؤتمر صحفي.
فسيدنا عمرو بن العاص بيقول انا راجع وانا متاكد ان انا في اللحظه دي هبقى احب الناس لسيدنا النبي، انا اللي انتصرت، انا اللي حاربت وانتصرت وجبت النصر. ايوه. فقال يا رسول الله من احب الناس اليك، وفرحان بقى اكيد هيقول له انت يا عمرو، من احب الناس اليك يا رسول الله؟ سيدنا النبي بمنتهى التلقائيه، ما عارفه يا دينا بقف عند الحته دي كتير قوي، ما قالش مراتي، عارفه قال ايه؟ عائشه باسمها. باسمها. في النهارده ازواج بيتكسف يقول اسم مراته يا ام محمد. يا ام محمد يا ام الجماعه او اسم بيتي يا علي، ويقولوا عنهم العيال في الريف والصعيد يقولوا العيال، ما يرضاش وحاجات ما يقولش اسمها، يقول زي ما حضرتك قلت يقول اسم الولد او البيت او الجماعه يا علي. ليه هو ده الرسول الكريم قال سيدنا محمد قال لعائشه. بمناسبه الكلام عن عائشه طبعا رضي الله عنها، ازاي ميزها الرسول عليه الصلاه والسلام عن بقيه زوجاته، مع انه برضه هو كان تعامله مع بقيه زوجاته كان عظيم يعني صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا النبي كان هو، احنا قلنا قبل كده وان شاء الله نقولها تاني وتالت، كل زوجات سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما تجوزهمش علشان شهوه عياذا بالله او عشان هو عاوز يتجوز، ده امر من ربنا، ربنا اختار له دول التسعه دول هم اللي هيبلغوا السنه للبشريه. يا سيدنا النبي لا ينفع يطلق ولا ينفع يختار واحده فيهم ولا ينفع يطلق واحده ويجيب واحده مكانها، ده اختيار الهي. فبالتالي بما انه اختيار الهي يا دينا، بما ان ربنا هو اللي اختارهم، ام ربنا قال له يا رسول الله مرفوع عنك العدل لان انت ما اخترتش حد بارادتك، واحنا اجبرناك على ده بالظبط. لو حد فكر مش مضطر تعدل، مش ممكن يتجوز تسعه بالظبط، ما ينفعش مش مضطر تعدل يا سيدنا النبي لان حضرتك اجبرت على هذا الاختيار. ستنا عائشه في الصحيح بتقول ومع ذلك كان يعدل صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان بيعدل، ولكن كان قلبه بيميل لستنا عائشه رضي الله تعالى عنها اكتر واحده. لكن في التعامل وحتى في التعامل النفسي او المادي كان بيعدل صلى الله عليه وسلم، لكن دايما كان يقول اللهم لا تؤاخذني فيما تملك ولا املك، قلبي قلبي مع ستنا عائشه. عشان كده لما سيدنا عمرو قال له من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشه، فسيدنا عمرو قال له من الرجال يا رسول الله، قال له ايه؟ ابوها. يا ابو بكر يا دينا نسب سيدنا ابو بكر ليها، كانه عاوز مش هي اللي منسوبه له، هو اللي منسوب لها، كانه عاوز يقول للناس انا بحبه عشان من ريحتها، من ريحه مراتي. فشوفي الرقي يا دينا. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ضرب مثال في قد ايه هو زوج عظيم صلى الله عليه وسلم. كان مفتاح نجاح الحياه الزوجيه عند سيدنا النبي التفاهم، كان يفهم ستنا عائشه من عينيها من غير ما تشرحها. حديث رواه الامام البخاري في الصحيح عن ستنا عائشه رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لها يا عائشه اني لاعلم متى تكونين عني راضيه ومتى تكونين علي غضبه، امتى بيقلب عليا وامتى بتبقي راضيه. فقالت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال هقول لك، لو كنت علي راضيه قلتي لا ورب محمد، ولو كنت علي غاضبة قلتي لا ورب إبراهيم. فضحكت لأن صح. قالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، أنا لما بزعل بخصم اسمك بس، ما أقدرش أخصم حضرتك صلى الله عليه وسلم. علي أفضل الصلاة والسلام. التفاهم، شوف اللطف صلى الله عليه وسلم حتى في النزاع أو في الخلاف يعني. بس ليه خصها هي بهذه المعاملة؟ هو إيش إرادة ربنا سبحانه وتعالى، قلب سيدنا النبي ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى. بس كان برضو عليه أفضل الصلاة والسلام بيحب ستنا خديجة طبعًا. لما كانت عايشة. ستنا خديجة دي حاجة تانية خالص. طب ستنا خديجة دي فوق الدنيا كلها. هل ممكن أسألك تقدري تقارني لي علاقته بستنا خديجة وبستنا عايشة؟ ستنا خديجة كانت الوحيدة اللي سيدنا محمد اختارها بمحض إرادته، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتجوزها وهو إنسان قبل ما يكلف بالنبوة. فهو كان ستنا خديجة رضي الله عنها وعليها السلام كانت الاختيار الوحيد اللي بمحض إرادة سيدنا النبي، فكأن اللي اتجوز السيدة خديجة سيدنا محمد الإنسان، واللي تزوج ستنا عائشة رضي الله عنها سيدنا محمد النبي. فرق كبير جدا. ستنا خديجة كانت أكبر من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة. وجت في وقت كان مفتقد جدا السيدة آمنة أمه صلى الله عليه وسلم، فجت ستنا خديجة مالت المكان ده، مالت الاحتياج بتاع الأمومة والصديقة والرعاية، فمالت في قلب سيدنا النبي مكان مفيش حد في الدنيا يقدر يبناه غير ستنا عائشة. ومولانا سيدنا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان دايما يقول كده، كان دايما يقول أراد الله
لسيدنا رسول الله الزواج من السنة خديجة في أول الرسالة، لأن هي كانت الإمرأة الكاملة. كانت هي اللي تقدر تسد في المكان ده. هي اللي تقدر يوم ما ينزل الوحي اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ويروح لها صلى الله عليه وسلم يقول لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي، تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تخري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، كانت جبل. ففي الحتة دي كانت لازم تبقى ستنا خديجة، ولازم تبقى في السن ده، ولازم تبقى في الحكمة دي وفي الخبرة دي في الحياة. لكن في المرحلة بتاعت النبوة كانت ستنا عائشة رضي الله عنها الصديقة، كانت صديقته صاحبته حبيبته صلى الله عليه وسلم. فكان في الأول ستنا خديجة هي اللي بتحتوي سيدنا محمد، وبعد النبوة سيدنا محمد بقى هو اللي بيحتوي ستنا عائشة. فخدتي بالك من الفرق؟ طبعا هي اللي بتحتوي ستنا خديجة، لكن سيدنا النبي هو اللي احتوى ستنا عائشة رضي الله عنها. هما الاتنين على راسنا أمهاتنا. طبعا. طيب خلينا نقول انه برضو في حاجة مهمة جدا ليها علاقة بانه لازم نشوف ايه هي اهم الاخلاقيات اللي بقى ما بين السيدة عائشة او زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، انه دي حاجات مشتركة، صفات مشتركة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وزي ما كانت دينا بتقول في المقدمة ان في حاجات لصقت زورا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي نقدر نصلح المفاهيم دي، وايه الحاجات اللي لازم نركز عليها لما نقول معاملة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته او مع المرأة؟ من أبرز الحاجات هما كذا حاجة الحقيقة، إنه كان بيسمعها صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة مفتقدة عند كتير كتير من بيوتنا النهاردة، إن الراجل ما عندوش وقت يسمع مراته. كان بيلاقي لها وقت بأي طريقة، ياخدها يفسحها، هو ما عندوش وقت، ده نبي آخر الزمان. وكان وقت الخلاف هو اللي بيبادر بالصلح، ودي برضو حاجة نادرة الحدوث. يعني حديث برضو رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال إن سيدنا أبو بكر مرة ماشي فمعدي من جنب بيت سيدنا النبي وستنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه وعليه الصلاة والسلام. والبيوت زمان يدينا ما كانتش زي دلوقتي، كان البنى رقيق، فاسمعي بسهولة. فمعدي سمع صوت ستنا عائشة عالي. ستنا عائشة كانت صغيرة، سيدنا رسول الله انتقل إلى رفيق الأعلى وهي عندها 18 سنة، وتوفت رضي الله عنها وأرضاه وهي عندها 63 سنة. فعاشت بعد سيدنا النبي 45 سنة، كانت صغيرة. فحبيبة قلبي رضي الله عنها أمنا انفعلت غصبا عنها، فصوت عالي شوية، كانت شديدة الغيرة على سيدنا النبي، كانت تغير على سيدنا النبي غيرة غير عادية كتر ما بتحبه، فصوت عالي شوية. مين سمع الصوت العالي ده؟ باباها سيدنا أبو بكر، اللي ما فيش حد في الدنيا يقدر يقول ان في مخلوق في الكون حب سيدنا النبي قد سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر ده لو عورناه دمه هيخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يحب سيدنا النبي، كان يقول شرب رسول الله حتى ارتويت، هو يشرب انا ارتوي. سيدنا ابو بكر ده في حته تانيه. فبنته بقى مش بنته، سيدنا النبي حد بيزعله ما فيش، خبط فتح سيدنا النبي، أم دخل سيدنا أبو بكر قال يا عائشة أتراكي ترفعين صوتك على رسول الله؟ ما سألهاش في إيه؟ ما سألش يا جماعة أنتوا المبدأ نفسه، المبدأ أصلا أنت بترفعي صوتك على سيدنا النبي. والرواية بتقول وتناولها ليلطمها، عايز يضربها. سيدنا النعمان راوي الحديث بيقول وجعل رسول الله يحجزه عنها، كل ما يجي يضربها يقف كده، اوعى ما تجيش جنبها، يحجزه، يقعد يمينه وشمال كده يحجزه عنها، لحد ما قام سيدنا النبي قال له خلاص يا ابو بكر اتفضل انت واحنا هنحل مشاكلنا. درس تاني ان المشاكل ما تطلعش بره، نحلها احنا في البيت، حتى للاهل، حتى للاهل. والراجل هو اللي يبدا، وده مش انتقاص من قدر الرجل، بالعكس، بس ربنا قال الرجال قوامون على النساء، هي دي بقى القوامه، ان انت اللي تبدا وانت اللي تبادر. فقام سيدنا ابو بكر مشي زعلان، فستنا عائشة اتكسفت، يعني أنا كنت فاكرة أبويا حقيقي زعلان عشان خاطر هو أبوها زعلان، لا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني أنا هتعامل في القصة ديت، ولا زعلان علشان خاطر برضه زعلان من عائشة؟ لا هي اتكسفت إن كنت فاكرة إن أبويا هيحمي لي، أم أبويا زعق لي، فبقيت مقموسة وزعلان. الرواية بتقول فجعل رسول الله يسترضيها حتى رضيت، وقعد يضحك معايا يقول لها مش انا انقذتك من، ارايتي كيف انقذتك من الرجل؟ شفتي ازاي انقذتك منه؟ فبتقول فضحكت وتصالحنا ولا كان حاجه حصلت. بعد يوم سيدنا ابو بكر معدي فسمعهم بيضحكوا،
أما خبط فتح سيدنا النبي فقال يا رسول الله أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. لما تتصالحوا برضو دخلوني. فضحك سيدنا النبي وقال قد فعلنا قد فعلنا. فدخلوا هو دخلوا هو اللي بادر عليه الصلاة والسلام. وكان دايما كده. خلاف تاني برضو لو حصل في بيوتنا النهاردة أقل حاجة هتحصل طلاق. ده أقل حاجة. حصل إيه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيحة إن ستنا عائشة بتحكي بتقول كان رسول الله عندي وفي بيتي وفي ليلتي. في نص الليل حسيت إن هو بيقوم كده من جنبي. وأخذ ثيابه رويدا رويدا وخد النعل بتاعه بشويش رويدا رويدا يعني كانوا بيتسحب صلى الله عليه وسلم. خد هدومه وخد النعل بتاعه وحط نعله تحت دراعه وخرج من الباب وقفل الباب وراه رويدا رويدا صلى الله عليه وسلم. علي افضل الصلاه والسلام. فستنا عائشه شكت هو رايح فين؟ سيدنا النبي ما ينفعش حد يشك فيه. ايوه انا واحده ست. اوكي. وبني ادم وبغير. طب فاضل لي 30 ثانيه كمليها بسرعه بسرعه يا نور انا عايزه اعرف الحكايه. طلع صلى الله عليه وسلم فستنا عائشه بتقول انا ما فكرتش قمت حاطه هدومي عليا وخرجت امشي وراه اشوفه رايح فين. لو اي زوج النهارده مراته اتجسست عليه هتخلص بسرعه وفي نص الليل. دول فخرجت وراه قعد يمشي يمشي فضلت ماشي وراه اتاريه راح البقيع بيدعي لاهل البقيع ثم قفل عائدا راجع. فبدا يمشي فانا عماله امشي انا كمان عايزه اسبقه. فاول ما لقيته بطأ شويه قمت سبقته وجريت على البيت غيرت هدومي دخلت تحت اللحاف اتغطيت كاني نايمه. بتقول فدخل سيدنا النبي فلقى الغطا طالع نازل ما انا خدتها جري. فعماله فقال لها احشيا رابيه يا عائشه انت عندك ازمه؟ مفيش حاجه يا رسول الله. قال لها قومي احكي لي في ايه؟ هو طبعا عارف ان هي كانت ماشيه وراه ليه افضل الصلاه والسلام كذا كذا كذا. كان ممكن يقول لها انت طارق. عارفه قال لها ايه؟ قال لها ايه؟ قعد يشرح لها هو كان فين وليه ما صحهاش. ليها افضل مش قال لها انت ازاي تشكي؟ شايفين شايفين المعامله شايفين المعامله. نورهان طبعا انا يعني انا والشيف ممكن نكمل معاكي ثلاث ساعات تانيين وناخد حلقتين ثلاثه تانيين لكن للاسف محكومين بوقت. بشكرك شكرا جزيلا. مستنيين المره الجايه باذن الله. بنشكر مع حضراتكم الباحثه والداعيه الجميله نورهان الشيخ. بنشكرك شكرا جزيلا. خلصت الحلقه يا شيف. مش مصدق والله كان لسه ما تخلصش. حلقه حلوه يوم السبت اللي جاي اشوفكم. هتيجي. أي. هيجي يلا ان شاء الله. باي باي.